بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة، واستعدادات خاصة ومتواصلة خلال الفترة القادمة بالنسبة لفريق كرة القدم الذي يستعد لمباراة بتروجيت، هذه المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع بإذن الله، ومن المقرر إقامتها على استاد السويس يوم السبت القادم إن شاء الله في تمام الساعة 5 عصرا. مباراة هامة جدا، مباراة مصيرية بالنسبة لفريق كرة القدم في التوقيت الحالي. وحلقة الأهلي الليلة النهاردة بالتأكيد هتناقش العديد من الأخبار المتعلقة بتدريب الفريق الأول وآخر الأحداث الرياضية المتعلقة بالنادي الأهلي في التوقيت الحالي. أيضا كمان عندنا ضيوف النهاردة مهمين لأن هنناقش كذا قضية. طبعا بالتأكيد متابعة فريق الكرة والمرحلة القادمة مهمة جدا في حديثنا في هذه الحلقة. معانا ضيف النهاردة مهم، أحد لاعبي النادي الأهلي، بدأ من قطاع الناشئين ثم تدرج وتواجد في الفريق الأول وأحد اللاعبين اللي تواجدوا في خط الدفاع، لكن سوء الحظ والإصابة أبعدته كثيرة عن الفريق الأول ثم ابتعد وانتقل للعديد من الأندية، الكابتن محمد الزيات. ثم الفقرة الأخرى معانا برضو ضيف مهم، وهنلقي الضوء على جزء مهم جدا في الرياضة المصرية بشكل عام، وإن كانت كرة القدم هذه الجزئية بتمثل لها شيء مهم ورئيسي وبتغير نتائج منتخبات وأندية سواء على المدى القصير أو حتى على المدى البعيد، وكمان في الألعاب الفردية والألعاب الجماعية سواء في بطولات عالم أو حتى في الأولمبيات والشغل المتعلق بالمنشطات. النهاردة هيكون ضيفنا في هذه الفقرة دكتور أسامة غنيم، المدير التنفيذي للوكالة المصرية لمكافحة المنشطات. بالطبع حلقة النهاردة فيها تفاصيل كثير ما بين أخبار ومتابعة لتدريب فريق كرة القدم، وأيضا إطلالة على بعض الأمور اللائحية المتعلقة بقيد اللاعبين في الفترة القادمة عشان جمهور الكرة المصرية أو جمهور النادي الأهلي بشكل خاص يكون عارف المرحلة السابقة في مسألة القيد كانت ماشية إزاي، والمرحلة القادمة اللي متاح ليك في مسألة القيد عشان تدعم الفريق في الفترة الجاية، عشان الناس تبقى عارفة برضو إيه المتاح حسب اللوائح والقوانين والمتاح بالنسبة لفريق كرة القدم في الفترة القادمة. بالتأكيد خلاص يعني مباريات الأهلي في التوقيت الحالي كلها أصبحت مباريات كؤوس. جمهور النادي الأهلي في ظل ما هو كمان شايف أن المرحلة الحالية محتاجة دفعة كبيرة جدا للاعبين وللجهاز الفني، شايف أيضا كمان أن المرحلة القادمة محتاجة يكون في قوة وأداء متميز للاعبين في الملعب من أجل حصد الثلاث نقاط في المباريات القادمة، خاصة بعد مش عايز أقول سلسلة هزايم لكن عايز أقول حالة نفسية معينة كده كانت في فريق الكرة نتيجة خسارة البطولة الأفريقية وتلحقت على طول البطولة العربية ومسابقة الدوري العام. فبالتالي في الفترة القادمة محتاجين دفعة قوية، طاقة إيجابية. دور الجمهور مهم جدا في التوقيت الحالي، ودايما بنراهن على وعي جمهور النادي الأهلي في وقفته مع اللعيبة ومع الأجهزة الفنية في أوقات كثيرة جدا، ووقفتك بتكون في الصعوبات أكتر ما بتكون موجودة في الأفراح. والنادي الأهلي دايما هو بيسير بخطى ثابته في العديد من البطولات دايما بيبقى شايف المرحله اللي هو فيها او الاستراتيجيه اللي هيشتغل عليها سواء على المدى القصير او على المدى البعيد، ولو كانت هناك في اخطاء بالتاكيد بيتم دراستها للمرحله القادمه عشان تتخطاها بسرعه. ودي شخصيه النادي الأهلي، دي الشخصيه اللي مختلفه في النادي الأهلي عن الانديه الاخرى، او دي شخصيه النادي الكبير اللي دايما بيبحث عن البطولات ويكون موجود في المركز الاول، ان يكون دايما متواجد في المركز الأول عشان يسعد جمهوره في كل مكان، ولو في خسارة بطولة أو خسارة مباراة دايما يفوق بسرعة ويشوف أخطاءه فين ويعالج أخطاءه عشان المرحلة القادمة. الجمهور دايما بيبقى واعي، الجمهور دايما بيبقى حاسس إن لو مثلا في مشكلة دايما بيلقي الضوء الأخضر أو أي مثلا يعني بيتابع المسألة بشكل جيد، بيحاول يلقي الضوء عليها. فبالتالي دور الجمهور دور إيجابي في مراحل معينة، لكن بالتأكيد القرار والمرحلة القادمة محتاجة بالتأكيد تكاتف من الجميع. في شعارات كتيره كانت بتتقال في المدرجات، الشعارات دي بيتم تنفيذها على ارض الواقع في مراحل كثيره سابقه عايشناها واجيال سابقه عايشتها، لكن بالتاكيد المرحله القادمه محتاجين نشوفها بشكل قوي. اي نعم صحيح فريق النادي الاهلي بيفتقد جمهور بصراحه بشكل كبير جدا وبشكل لافت النظر. الجمهور لما بيلاقي ان الفرقه محتاجاه بيتواجد بشكل كبير سواء في التدريبات او المباريات، وبيفرق كدفعه معنويه للفرقه بشكل عام كأجهزة فنية وكلعيبة، وده معروف على مدار التاريخ وفيديوهات وأخبار وتسلسل أحداث لو ذكرنا الناس كلها هتعرف المرحلة القادمة محتاجة إيه وإزاي الجمهور كان ليه دور إيجابي في مرحلة سابقة. فبالتالي إن شاء الله خلال الفترة القادمة بتكاتف الجميع إن شاء الله نتخطى المرحلة القادمة عشان عندنا أحداث متتالية، عندنا مباريات كثيرة، مفيش وقت حتى اللي أنت يكون عندك تلتقط نفسك عشان تجهز لمرحلة قادمة أو تخطط لبطولة قادمة.
تطلع من افريقيا بطوله عربيه، عندك دوري، كل ثلاث ايام مباراه. شهر ديسمبر شهر مليء بالمباريات والاحداث مش المحليه فقط، لا كمان عندك مباريات افريقيه، فبالتالي الموسم ده موسم استثنائي. وحذرنا وقلنا ان الموسم ده بتفاصيله بقراراته بشكله ليه معاني كثيره جدا، بانك بتلعب من حوالي من اربع الى خمس بطولات في موسم واحد، لا انت ممكن تلعب السنه دي في من شهر 7 لشهر مايو القادم في عام 2019 ما بين من 7 الى 8 بطولات، سواء افريقيه او عربيه او دوري وكاس، واحداث كثيره جدا بقايمه وبعدد هنشرحها يعني بشكل مستفيض لجمهورنا خلال انترو برنامج الاهلي الليله. لكن محتاج ابدا بالعديد من الاخبار الرسميه اللي ظهرت النهارده بعد اداء فريق نادي الاهلي تدريب الصباح النهارده على ملعب مختار التتش بالجزيره. كان خلاص يعني هو التدريب الرئيسي والاساسي للفريق قبل السفر غدا باذن الله الى السويس لمواجهه فريق بتروجيت في الجوله التاسعه. هي مباراه مؤجله ان شاء الله هتقام في استاد السويس يوم السبت في حدود الساعه 5 عصرا. الخبر الاول، الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع بمؤمن زكريا لتجديد عقده عقب لقاء بتروجيت. خلال الفترة الحالية الكابتن سيد عبد الحفيظ دايما عنده اجتماعات مستمرة مع عدد من اللاعبين ومع الجهاز الفني، لكن ملف مؤمن زكريا تحديدا بالتأكيد محتاج يتحسم خلال الفترة القادمة عشان يبقى عارف الفريق احتياجاته خلال شهر يناير. مؤمن مكمل معاه، هيتم طبعا بالتأكيد استمراره مع الفريق، وهتبقى محتاجه بقى للقائمة الأفريقية في شهر يناير إن شاء الله بعد ما تتخطى دور ال 32 وتشوف احتياجاتك الفنية. كابتن سيد اجتمع مع مؤمن وفي نقط اتفاق هيصل ليها إن شاء الله ويتم تحديدها وتجديد التعاقد باذن الله عقب مباراه بتروجيت. والخبر مفاده ومعناه مكتوب نفس الامر ينطبق كمان على اللاعب اللي اعرب عن رغبته هو الاخر في الاستمرار بصفوف الفريق. كابتن سعد الحفيظ اشار الى هناك تقارب في وجهات النظر بين اللاعب والنادي، وهو ما يوضح ان تجديد عقد مؤمن مساله وقت، هي كانت مساله وقت بس، وسيتم وضع الرتوش النهائيه للاتفاق عقب لقاء بتروجيت. خبر اخر متعلق بقى بملف الاصابات، للاسف يعني لو استرجعت لعيب بتفقد لعيب، ما عندكش فرصه انك قدر الامكان تلعب بقائمتك الكامله في كل المباريات في التوقيت او في الفتره القادمه، وده راجع لاسباب كتيره جدا برضو عن السرده، واحنا بنتكلم على مساله القيد والموسم المتلاحم بعدد كتير جدا من المباريات وقائمه بيقل تقليص عدد لاعبيها، ما بتقدرش بالتاكيد تواجه بقى كم هذا المباريات في الفتره القادمه. فبالتالي عمرو السوليه الحمد لله بيتخلص من الاصابه ويشارك في مران الاهلي الجماعي. انتظم مع عمرو السوليه في لاعب النادي الاهلي في مران الفريق الجماعي النهارده على ملعب التتش بالجزيره، وتعافى من اصابه الرباط الخارجي لمفصل الكاحل واللي تعرض لها في مباراه الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا. خاض السوليه برنامج تاهيلي خلال الايام الماضيه قبل ان يعلن جاهزيته بمشاركته في التدريبات الجماعيه. طبعا النهارده ده اول تدريب جماعي للسوليه مع فريق النادي الاهلي، فطبعا مشاركته وامكانيه تواجده في مباراه بتروجيت يعني حتى هذه اللحظه طبعا لم يعلن بشكل رسمي، بس لعيب غايب فتره طويله جدا بالتاكيد من يوم 9 نوفمبر هتبقى في صعوبه بعد حوالي 21 يوم ان هو يتواجد في مباراه رسميه، فغالبا بعد مباراه بتروجيت هتتضح الامور كثيرا في عدد من اللاعبين. وانا بتكلم برضو في مساله الاصابات، ازارو يعني الحمد لله ازارو اصبح جاهزا لمباراه بتروجيت النهارده. دكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول لكره القدم قال ان وليد ازارو شارك بقوه في المران الجماعي بعد تعافيه من تورم في وجه القدم. اوضح ان اللاعب تمكن اخيرا من ارتداء حذاء الكره بعد تخلصه من ورم وجه القدم وبات لائقا من الناحيه الطبيه. وليد ازارو من العناصر المفيده جدا على الناحيه الهجوميه بالنسبه لفريق النادي الاهلي، ووجوده يعني مهم جدا 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 في الفتره القادمه في ظل ان اصابه صلاح محسن كمان جت في توقيت حساس وتوقيت صعب قوي. احد اللاعبين اللي الاهلي كان هيدفع بهم بشكل اساسي ويكون في حاله تدوير في عدد من اللاعبين بالذات في الخط الهجومي، جت اصابه صلاح محسن لتربك الحسابات مش في مباراه المقاولين بس، لا على المدى البعيد. والاصابه للاسف ليست اصابه بسيطه او خفيفه، يعني اصابه مزق. النهارده يمكن صلاح عمل اشعه والاشعه اثبتت انه تعرض لمزق من الدرجه الثانيه في العضله الضمه، ودي بتستدعي علاج وتاهيل لمده 5 اسابيع. يعني صلاح محسن احنا بنتكلم في فتره من حوالي شهر ونص الى شهرين على ما يقدر يتواجد في تدريبات فريق النادي الاهلي، وهنا انت بتتكلم في غياب لاعب بقى في مباريات حاسمه، مباريات دوري مؤجله، مباريات 7 مباريات ب 21 نقطه هتفرق معاك في ترتيب الجدول في الفتره القادمه، مباراتين في دوري ابطال افريقيا تتاهل باذن الله، هيغيب كمان على مباراتين في الجوله الاولى والجوله الثانيه في دور المجموعات اللي هيبقى الاحداث فيها متواصله، الجوله الاولى يوم 12 يناير والجوله الثانيه 19 يناير، والنهارده انت بتتكلم في 29 نوفمبر
فبتتكلم في حدود حوالي من شهر ونص لشهرين، فاللعيب هيرجع على اواخر شهر يناير اوائل فبراير، فبالتالي الاهلي هيفتقد صلاح محسن في توقيت حساس. نتمنى يا رب الفتره القادمه يكون ازارو ومروان محسن على هبه الاستعداد لقياده خط الهجوم في النادي الاهلي. الاهلي يدعى برنامج تاهيلي لتجهيز صالح جمعه. النهارده اخيرا تواجد صالح جمعه لاعب خط وسط فريق النادي الاهلي واللي كان معار في الدوري السعودي خلال الفتره الماضيه. اجتمع مع الكابتن سيد عبد الحفيظ خلال الساعات القليله الماضيه وبدا خلاص النزول للتدريبات الجماعيه مع الفريق الاول. كلنا عارفين ان صالح جمعه مقيد على قائمه الانتظار في فريق النادي الاهلي بعد اعاره اللاعب في الدوري السعودي، واصبح صالح جمعه ضمن اللاعبين المقيدين على قائمه الانتظار. وننتظر شهر يناير موقف اللاعبين المقيدين على قائمه الانتظار وموقف صالح جمعه، وده لا يتحدد بقى خلال الفتره القادمه من خلال رؤيه فنيه للجهاز الفني القادم. بدأ اليوم صالح في تنفيذ البرنامج التأهيلي تمهيدا لتجهيزه للمرحلة القادمة. التدريبات بدأت بدنية في الجيم استعدادا للنزول للتدريبات الفردية والتدريبات الجماعية مع الفريق خلال الفترة القادمة. كابتن سيد في اجتماعه مع صالح اتفق معاه على تفاصيل المرحلة القادمة، وهنا بنحط فيها عناوين كثيرة جدا اللي بتحتاج إلى مجهود وعمل كبير منه لاستعادة لياقته البدنية والفنية. مؤكدا، وده نقطة مهمة جدا محتاجين احنا نشير إليها، إن الكابتن سيد قال إن اللاعب أظهر التزام كبيرا جدا في الجلسة، وعلى الفور بدأ في تنفيذ البرنامج التأهيلي المحدد له. وصالح جمعة خلال الأيام الأخيرة في تصريحات خرجت ليه بتنم على وعيه للمرحلة القادمة ودوره مع النادي الأهلي في المرحلة القادمة، وما هو المطلوب منه هو على المستوى الشخصي لتواجده في الفريق الأول في الفترة القادمة. عادل مصطفى أحد المدربين الصاعدين من قطاع الناشئين واللي انضم للجهاز المعاون مع الكابتن محمد يوسف بيقود النهارده تدريبات خاصه لثنائي الاهلي. ثنائي الاهلي عمرو جمال وعمرو بركات، وهما ثنائي ضمن المقيدين على قائمه الانتظار. كان في تدريب خاص كده ليهم مع الكابتن عادل مصطفى، فقره خاصه بالتسديد على المرمى وذلك على هامش مران الفريق. برضو الخماسي اللي موجودين على قائمه الانتظار عشان الناس تبقى عارفه المعلومه، بنتكلم في صالح جمعه، بنتكلم في عمرو جمال، بنتكلم في عمرو بركات، ايضا رامي ربيعه، جونيور اجايه. خمسة على انتظار، أكيد في شهر يناير هنشوف الإطروحات المتعلقة بقائمة الانتظار، مين منهم اللي هيكون موجود في قائمة الفريق الأول، ودي تفصيلة هنشرحها قلت لكم فيها كلام مهم جدا فيما يتعلق بالفترة القادمة وتأثير قرارات الاتحاد الكرة على قوائم الأندية اللي اتخذ في الفترة الماضية ومدى تأثيره على الأهلي حتى في بطولات إفريقيا والمرحلة القادمة بالنسبة للنادي الأهلي. النهارده كان في مران زي ما قلنا لكم صباحا وزي ما انتم شايفين على ملعب مختار التتش بالجزيره المران الجماعي، وشفنا جونيور اجايه في تدريبات خفيفه كده بالجري حول الملعب. خلاص يعني جونيور اجايه داخل في المرحله الاخيره من التدريب التاهيلي والجاهزيه للمران الجماعي باذن الله، تدريبات خفيفه كده بالكره على هامش المران الجماعي. كابتن طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل بالفريق قام بمتابعه تدريبات اجايه خلال خوض بعض الوحدات التدريبيه التاهيليه التي تاتي في ختام برنامجه التاهيلي للتعافي من الاصابه. تعرض أجايه لإصابة بقطع في الرباط الداخلي للركبة في مباراة تاونشيب اللي أقيمت في شهر 7 الماضي، كانت في مباراة الجولة الرابعة من منافسات دوري إبطال إفريقيا، وكان من المقرر عودة أجايه اتقال مدة زمنية في حدود حوالي 4 شهور نتيجة القطع اللي تعرض له في الرباط الداخلي في الركبة. فبالتالي خلاص داخل في المرحلة الأخيرة، وحسب تصريحات دكتور خالد محمود اللي قال على أول ديسمبر بإذن الله هيكون جونيور أجايه جاهز بشكل كبير جدا إن شاء الله للانضمام للتدريبات الجماعية، أحد اللعيبة اللي افتقدها الاهلي بشكل كبير للاسف في الفتره الاخيره. مران خفيف للاساسيين في مران الاهلي، ضغط مباريات متتالي في التوقيت الحالي 3 ايام على كل مباراه 72 ساعه، فبالتالي مفيش وقت للاستشفاء او حتى تعمل تدريبات خططيه وتدريبات فنيه. فالنهارده التدريبات كانت متعلقه بمران خفيف لمجموعه اللاعبين الاساسيين اللي لعبوا مباراه المقاولون العرب عشان تقدر تتغلب على مساله الاجهاد وتوزيع معدل الوحدات البدنيه لعدد من اللاعبين خلال الفترة القادمة عشان يكون عندك جاهزية قدر الإمكان لعدد من اللاعبين. ودي الجزئية اللي كنت بتكلم فيها بالأمس مع الكابتن علاء ميهوب، قال ضغط المباريات مع تقليص عدد القائمة مع الإصابات الكثيرة ممكن توصل لمرحلة إنك مش هتلاقي عدد قائمة تقدر تستكمل بيه 18 لاعب بالظروف اللي احنا شايفينها، لأن للأسف التخطيط اللي بيتعمل حتى من خلال اتحاد كرة القدم أو الأمور المعنية بدوري المحترفين في الفترة القادمة بتشوف عدد البطولات اللي بتشارك فيها الأندية المصرية، بتحدد قوائم الأندية إيه المناسب ليها، بترحل عدد المباريات بشكل يكون فيه توازي بحيث إن اللعيبة ما تتعرضش لإصابات، فكل العوامل دي في الآخر
بتساعد الانديه ان هي تلعب كوره جيده، بتشوف كوره مميزه، بتساعد الانديه المصريه على اداء مباريات افريقيه لاعلى مستوى، وتكون القائمه على هبه الاستعداد. لكن في ظروف يعني للاسف بتبقى سلبيه كتير جدا، بتنعكس بالشكل ده اللي احنا شايفينه في الملعب، وبتتعرض لفرقه زي فرقه النادي الاهلي بتوصل لمرحله من الاصابات الى 6-7 لاعبين، وكل ما بترجع لاعب بتفقد لاعب في نفس التوقيت. خبر اخر متعلق بقى بالناحيه المتعلقه بتاريخ النادي الاهلي وتراث النادي الاهلي، وفي خطوات جاده جدا بتتخذ في هذا الامر. النهارده المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه المشرفه على انشاء متحف الاهلي، بدايه عايز بس اشرح للناس قرار انشاء متحف الاهلي ده، كان قرار اتخذ في مجلس الاداره السابق برئاسه الكابتن محمود الخطيب لتفعيل هذا الدور وانشاء متحف للنادي الاهلي يحافظ على موروثاته وتاريخه وبطولاته والكؤوس والميداليات التي احرزت في 111 سنه في تاريخ النادي الاهلي، مش في كره القدم، في كره القدم وكل الالعاب. لكن لو بنتكلم على كره القدم تحديدا، النهارده كانت زياره مهمه جدا للمهندس محمد سراج الدين لتنفيذ الخطوات الفعليه لهذا المشروع. المشروع ده بينتظر عشاق القلعه الحمراء في كل مكان، وانك لما بتسافر بره في اوروبا بتشوف ازاي الناس وهي داخله مثلا ملعب سانتياغو برنابيو في معقل نادي ريال مدريد، او في كاتالونيا نادي برشلونه، وانت بتزور الملعب بتدفع تيكت على زياره المتحف، بتدخل المتحف بتشوف الكؤوس والميداليات والصور التذكاريه وابرز النجوم اللي لعبوا في تاريخ النادي على مدار كل البطولات وعلى مدار السنين منذ انشائه حتى اللحظه اللي بتبقى انت موجود فيها داخل المتحف، بتبقى لحظات جميله جدا وانت بتشوف تراث وتاريخ النادي اللي انت بتحبه واللي انت بتعشقه وبتحفظ تاريخه، وده بيحافظ على موروثات النادي بشكل مهم جدا. الزياره النهارده كانت جايه كمان في مكان تاريخي، انك بتفكر تعمل متحف النادي الاهلي داخل ملعب مختار التتش بالجزيره. المهندس سراج الدين النهارده كان بصحبته دكتور حمدي سطوحي استشاري المتاحف، المهندس احمد حسام عوض مقرر لجنه الشباب بالنادي، قاموا بمعاينه الموقع اللي هيتم انشاء المتحف فيه وتحديد الرؤى الخاصه بهذا المكان للعرض على مجلس الاداره ان شاء الله خلال الاجتماع القادم. الايام الماضيه شهدت اكثر من عرض، يعني في شركات عالميه بتشتغل على هذا الملف وبتناقش معاك ايه اللي ممكن يتعمل لتصور لشكل وتدشين متحف النادي الاهلي عشان يبقى على الطراز العالمي بما يتناسب مع قيمه ومكانه القلعه الحمراء وكيان النادي الاهلي. بيتم المفاضله في الوقت الحالي بين تلك العروض لاختيار الافضل في الرؤية المقدمة، وأيضا سابقة الأعمال والخبرة للشركات اللي عايزة ممكن تنشئ متحف للنادي الأهلي في الفترة القادمة. في شركات قدمت على فكرة وهي تولت إنشاء متاحف لناديي ريال مدريد وبرشلونة الأسبانيين ونادي إي سي ميلان الإيطالي. خطوة مهمة جدا في الفترة القادمة، وإحنا بنتكلم فيه على صعيد ملفات كثيرة جدا، لكن بالطبع بقى الملف اللي إحنا محتاجين نشرحه للناس وإحنا بنتكلم عن المرحلة الحالية عشان الجمهور يبقى عارف وإنت بتفكر في التوقيت الحالي ايه الخريطه اللي قدامك او اللائحه بتسمح لك بايه او القانون بيسمح لك بايه. وانا بتكلم في اللي جاي محتاج اعمل تسلسل زمني للاحداث السابقه. بدايه شغل قطاع كره القدم وفريق كره القدم في هذا العام بدا منذ شهر ديسمبر الماضي باشراف الكابتن محمود الخطيب ورئيس لجنه الكوره وتشكيل لجنه الكوره وتحديد اختصاصات ومهام لعدد من الافراد في الفتره السابقه. لكن في نقطة غايبة عن الجميع وبرضه كنت أثرتها امبارح مع الكابتن علاء ميهوب وقال محتاجة تتشرح، يعني الكابتن علاء ميهوب امبارح كان قال لي النقطة دي محتاجة تتشرح للناس بشكل كويس جدا عشان الناس تبقى عارفة أنت ليه جيت في الصيف ما عرفتش تجيب من 5 لـ10 لعيبة وأنك محتاج تجيب صفقات كتيرة، أو أنت مثلا في يناير الماضي ما جبتش ليه صفقات كتيرة، أو أنت حتى داخل يناير القادم إيه المتاح بالنسبة لك عشان تبقى الناس عارفة المنظومة اللي أنت بتشتغل فيها، اللائحة بتسمح لك بإيه والقانون بيسمح لك بإيه وإيه اللي بيسمح ليك وإيه اللي ما بيسمحش ليك وبيسمح لغيرك حسب متطلبات المشاركات الأفريقية أو دورك أنت في البطولات اللي أنت بتشارك بيها. في شهر يناير الماضي وأنت بتبدأ مشوارك الإفريقي والتوقيت كان ضيق جدا وأنت بتبدأ المشوار الإفريقي، تم قيد 25 لاعب في قائمة الأهلي الأفريقية أو 26 لاعب بالأحق، 26 لاعب في قائمة الأهلي الأفريقية في بداية الموسم. فبالتالي كان عدد كبير جدا وهو الحد الأدنى حسب لوائح الاتحاد الإفريقي، المفروض كان 23 لاعب، لكن تقدر تأيد من 23 وممكن تقفل القائمة 30 في يناير، اللائحة هتسمح لك بده، بس الأفضل إنك تأيد 23 تدي فرصة لنفسك في يناير إنك تدي مساحة من العدد زي ما حصل المرة دي الأهلي أيد 23 في أوائل شهر نوفمبر للبطولة الأفريقية القادمة، لكن أيدت 26 لاعب. جيت في دور المجموعات قبل الانتقالات الصيفية أيدت بكاماني اللاعب الجنوب أفريقي فأصبح عندك 27 لاعب في القائمة الأفريقية وأنت داخل لسه على الانتقالات الصيفية ومحتاج تجيب عدد كبير جدا من اللاعبين عشان تدعم صفوفك زي ما بيحصل في العديد من الأندية الأفريقية والأهلي سبق ليه في ملفات كثيرة.
طيب انا عايز ارجع للخبر الاولاني قبل ما اكمل هذه الجزئيه، واحنا بنتكلم على متحف النادي الاهلي، ان جزئيه الصفقات والانتقالات الصيفيه القادمه واللي يناير محتاجه شرح وافي، بس محتاجه تسلسل كده الواحد يشرحه بشكل متواصل عشان الناس تبقى ايه معانا في هذا الملف. لكن ارجع للخبر المتعلق بمتحف النادي الاهلي وزياره النهارده المهمه لدكتور محمد سراج الدين. طيب انا معايا على التليفون المهندس محمد سراج الدين، عضو مجلس اداره النادي الاهلي. باشمهندس ولا مساء الخير عليك. نور يا استاذ محمد، حياتي لحضرتك وللساده المشاهدين جميعا. اولا برحب بيك، وخلاص ابتدى الشغل الفعلي والتنفيذي منذ ان اتخذ مجلس الاداره قرارا بانشاء متحف النادي الاهلي، وحضرتك مسؤول عن هذا الملف ورئيسا للجنه المشرفه على انشاء متحف الاهلي. الخطوات التي تم اتخاذها عقب اجتماع مجلس الاداره والزياره التي تم رصدها النهارده صباحا في ملعب مختار التتش، والشركات التي تقدمت بعروض لانشاء هذا المتحف اللي بيحافظ بالتاكيد على تاريخ وتراث النادي الاهلي في الفتره القادمه. اه طبعا، يعني زي ما حضرتك تفضلت كده وقلت، هو حته المتحف نفسه ان هو انت بقيمه كبيره زي النادي الاهلي وكيان كبير زي النادي الاهلي، حتى الان ما فيش يعني تخريج معين لتاريخه او للعراقه بتاعت النادي وبطولاته بالشكل اللائق اللي يستاهله النادي الاهلي. فكانت فكره المتحف دي موجوده عندنا من البدايه يعني، وكنا حابين برضو ان هو يكون موجود في مكان عريق زي استاد التتش. يعني يمكن انا لما كان طبعا في تكليف بالملف ده من كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره من فتره، كان في تكليف ملفات لاعضاء المجلس يعني زملائي في المجلس، فكنت انا مكلف بموضوع المتحف. فبدانا نحط تصور ان احنا المكان بتاع المتحف يكون فين، فكان الانسب مكان تتش لان ده المكان العريق اللي طبعا شهد كتير من تاريخ النادي الاهلي ورموزه وبطولاته، فحبينا ان هو يكون في تكتيك لوجود المتحف ما يكونش موجود في مكان تاني. وده برضه لا يعني ان احنا واقفين يعني على او ان احنا نبقى مقتصرين فقط ان المتحف ده يكون في استاد التتش، لا هو برضه لسه خطط ومشروعات النادي الاهلي قائمه، وان شاء الله برضه المتحف الضخم او الكبير يكون موجود في استاد النادي الاهلي لما باذن الله يتم تنفيذه باذن الله. لكن المتحف الحالي ده اللي موجود ده يعبر عن تاريخ الاهلي في مكان عريق، مكان كبير اللي هو مختار التتش وفي قلب الجزيره، فده مهم جدا بالنسبه لنا. واحنا اشتغلنا على التصور ده من البدايه والفكره، وبدانا عملنا لجنه، اللجنه دي كان فيها ناس متخصصه من هندسيا وتسويقيا وحتى في التخصص بتاع المتاحف نفسه، يعني معانا استشاري كبير في المتاحف على مستوى مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط حتى، ومعانا من النادي مدير اداره هندسيه متواجد، مدير اداره التسويق متواجد، كله يعني متواجد في هذه اللجنه لخدمه يعني الملف نفسه فكره المتحف. وبدانا ان احنا نشتغل بقى بشكل كبير على نسمع من الشركات المتخصصه ونشوف، يعني جالنا اكثر من عرض من كذا شركه، منهم شركه يعني عالميه كبيره اللي هي نفذت ريال مدريد وبرشلونه وايس ميلان، وبندرس ان احنا نشوف افضل تصور ايه في النهايه بيخدم الملف. طيب تواجد المتحف في ملعب مختار التتش بالجزيره، ممكن المشاهد وهو بيتفرج علينا يعتقد ان المتحف هيكون متعلق بكره القدم وتراث كره القدم في النادي الاهلي فقط، الوضع يبقى كده ولا المتحف شامل حاجات كتيره جدا؟ لا لا استاذ محمد، لا طبعا هيبقى شامل، هيبقى شامل. الاهلي مش يعني بطولاته يعني في مختلف الالعاب تمام، وحتى يعني بعيد عن البطولات وكده، تاريخ النادي الاهلي مواقف كتيره لازم تتجسد يعني في المتحف ده كتاريخ النادي، يعني في مواقف من مجالس اداره سابقه، من مواقف للنادي الاهلي وطنيه سابقه، ده برضه هيتجسد بشكل ما في المتحف غير البطولات. والبطولات برضو مش هتبقى بيجسد بس الكوره، لا الكوره بقى والباسكت والبولي والهاندبول وحتى الالعاب الفرديه اللي حققت نجاحات وهيسرد يعني التاريخ بشكل برضو حديث، يعني بشكل تقني في تكنولوجيا حديثه هتبقى مستخدمه في المتحف ده، مش هيبقى يعني بشكل تقليدي خالص، يعني زي ما بنشوف بره في المتاحف العالميه والانديه العالميه. بس هي الفكره ان انت عايز تحطه في الستاد او في الملعب، لان بتعيش الناس الاجواء بتاعه التجربه نفسها جوه الملعب زي ما موجود بره. تروح تزور متحف برشلونه ولا ريال مدريد ولا اي نادي عالمي، بتروح بتزور الاستاد، بتعمل جوله جوه الاستاد، بتزور غرف اللعيبه، بتتصور معاها،
بتتصور مع الملعب نفسه، وبعدين بتطلع تعمل جولتك في المتحف، ويبقى في ستورز برضو، وده هيبقى موجود برضو في حساباتنا، الاهلي ستورز هيبقى مرتبط بالمتحف. يعني تعيش التجربه، يعني مش عايزين نعزلهم عن فكره انه ما ممكن يتعمل في اي مثلا صالون في النادي ولا يتعمل، بس مش هي دي الفكره. الفكره انت تبقى معايش الناس جوه اجواء النادي الاهلي والعراقه والتاريخ، ويبقى جوه ملعب برضه. وبرضه نرجع تاني ونقول ان دي حاجه هتكون معموله مش هي النهائيه، يعني دي حاجه احنا عشان اهتمامنا بعراقه ومكان الهيتش والجزيره، لكن الحسبان ان انت عندك استاد وعندك متحف، ان شاء الله ده هيكون خطط المجلس. لكن المتحف عشان في ناس كثيره تفتكر انه المتحف ده خلاص انت يعني هو ده الاختيار النهائي بتاعك، وده يعني مش هيبقى في مشروع اخر يعني، بس لا يعني هو المتحف ده موجود وفي مشروعاتك الاخرى برضو موجوده وانت مكمل. طيب مهندس سراج، انا عارف حضرتك سافرت دول اوروبيه كثيره وحضرت ماتشات اوروبيه، وكان ليك تواجد في نادي ريال مدريد بشكل خاص، وقابلت فرونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد النادي الملكي، وحتى خدت دراسات تدريبيه ودراسات متعلقه كمان بالتصور الهندسي والشكل الهندسي، وده متعلق بدراستك حتى في الجامعه الامريكيه. ايه اللي شفته بره بشكل خاص ممكن مش هقول يتطبق في النادي الاهلي؟ انا عارف انك عايز تعمل حاجه افضل من اللي موجوده بره، متاحه في التوقيت الحالي بمده زمنيه قصيره، ولا محتاجه وقت عشان الناس برضه تبقى عارفه بخبرات حضرتك بما انك سافرت وشفت بعينك بشكل مباشر ايه اللي ممكن يتاخد في الفتره القادمه؟ والله يا استاذ محمد، يعني طبعا الواحد شاف بره كتير وتعايش تجارب كتيره جدا، خصوصا في ريال مدريد، يمكن عشان زي ما حضرتك تفضلت انا كان ليا دراسه كامله هناك لماجستير الاداره الرياضيه هناك، فيعني درست مختلف ملفات زي التسويق والاداره وخلافه، بخلاف طبعا التخصصي الهندسي يعني وموضوع المنشات الرياضيه، واكيد في تجارب كتير جدا الواحد شافها يعني يتمنى وبيحاول ان هو يطبقها في النادي الاهلي. والنادي الاهلي يعني الكوادر اللي موجوده فيه وبجماهيريته وبتاريخه قادر على ده، يعني اكيد جايز يكون الموضوع مش يعني تطبيقه مش بالسهوله يعني الناس بتكون متخيلاها ان احنا نطبق على طول التجربه من بره على هنا. مش بقول ان هي يعني غير قابله للتطبيق او مستحيله، لا هي تتعمل، لكن انت هنا ممكن تصطدم باجواء عامه يعني في المجال نفسه في الرياضه في مصر لسه مش مهيئه ان انت تنفذ ده. ممكن في عوامل كثيره يعني الواحد مش عايز يخوض فيها او يتكلم فيها، لكن في النهايه انت بيبقى ليك خططك، وفي النهايه برضه بتبقى ليك اصرار ان انت تنفذ ده، واحنا ماشيين على ده مفيش اي مشكله. انا عارف ان يمكن الفتره دي ناس كتير مش مبسوطه او ناس كتير مش يعني بالنتائج او الاداء او خلافه، حقهم يعني احنا متقبلين كل الحزن اللي عند الناس والنقد، يعني ده حقهم، واحنا برضو واجبنا ان احنا نعمل على ده ونشتغل على ده ونصحح الاخطاء، فان شاء الله الفتره الجايه تكون افضل في مختلف المجالات يعني باذن الله. ويبقى يعني ان شاء الله مجلس الاهلي برضو على قلب راجل واحد ان شاء الله لتغيير وتطوير ما سبق. مهندس سراج، كلمه اخيره او رساله اخيره تحب تقول ايه في ختام هذا الحوار؟ لا يعني بتمنى ان شاء الله باذن الله يعني كل يعني مننا كمجلس كل التركيز الفتره اللي جايه، احنا يعني الفتره دي يمكن ساكتين وفي صمت شويه، بس ده مش معناه ان احنا الصمت ده ان احنا مش موجودين او متقبلين المشاكل اللي موجوده او الاوضاع اللي موجوده، لا هو بس الصمت ده لان احنا شغالين ان احنا نبقى افضل، وشغالين ان احنا نطور نفسنا اكتر ونطور من الاداء الموجود في النادي اكتر، وده ان شاء الله هيحصل الفترة اللي جاية. فكل بطلبه بس من الناس ان هي يعني يبقى في دعم ان شاء الله للنادي مش لأي حاجة تانية غير النادي الأهلي، والفترة الجاية هتكون أفضل بإذن الله. أكيد دعم للنادي دي ده عنوان مهم جدا حضرتك قلته في ختام هذا الحوار. المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، وكل التوفيق يا رب للمنظومة كلها بشكل عام خلال الفترة القادمة ودعم الجماهير للنادي الأهلي. ده عنوان مهم جدا قاله دكتور محمد سراج الدين في ختام هذا الحوار، كل التوفيق يا رب في المرحلة القادمة. طيب آخر خبر وأنا بختم الفقرة الخاصة بالأخبار في بداية برنامج الأهلي الليلة، وإحنا بنتكلم على المرحلة اللي إحنا فيها دلوقتي وإنت داخل على انتقالات يناير، لكن الحدث في بدايته وإنت بادئ من شهر ديسمبر الماضي وإنت بتحضر لقائمة البطولة الأفريقية، دخلت بقائمة
كابتن حسام البدري كان قدم فيها 26 لاعب، جه في ماتش الترجي أيد بقماني بقى 27 لاعب. داخل على انتقالات صيفية، وهو تحديدا كابتن حسام كان حتى في إحدى حواراته في مجلة النادي الأهلي، أو كان تقريبا الحوار الأخير مع الأستاذ علاء عزت الزميل الصحفي، قال حتى أن القائمة الموجودة حاليا محتاج، لو أنا كنت هكمل كنت أمشي عدد كبير جدا، أو محتاج أن أنا أمشي حدود حوالي من 7 إلى 10 لاعبين، لكن أصبحت القائمة الأفريقية 27 لاعب وأنت داخل على فترة الانتقالات الصيفية، فبالتالي عدد اللي انت هتجيبه في الصفقات لو جبته مش هتستفيد بيه على المشوار الافريقي او الهدف الاكبر البطوله الافريقيه، فبالتالي اعتمدت على قيد 3 لاعبين، استرجعت مؤمن زكريا من الخارج كان معار في الدوري الاماراتي، اعتمدت على قيد اكرم توفيق في اللحظات الاخيره، ايضا كمان تواجد الصفقات بقى الجديده كان صلاح محسن وكوليبالي، فبالتالي عدد القيد في المرحله اللي هي فتره الانتقالات الصيفيه كانت بتتكلم من 3 إلى 4 لاعبين، فبالتالي كان العدد محدود جدا انك تقدر تطور وتغير الشكل وانت مكمل في البطوله الافريقيه. عموما كملت بال 30 لاعب واستمريت حتى نهايه البطوله ووصلت لنهائي افريقيا بالشكل اللي احنا كنا شفناه. طيب داخل على مرحله جديده خلال الفتره القادمه، وفي التوقيت ده وانت بتأيد اللعيبه دي فوجئت بقرار من اتحاد كره القدم بتقليص عدد اللعيبه في القائمه من 30 الى 25 لاعب، ودي نقطه كنا اثرناها على فكره مبكرا في شهر 7 الماضي، ان اتحاد كره القدم لما خد هذا القرار ما كانش دارس المشهد بشكل جيد، هو شايف ان الموسم فيه 2 دوري أبطال إفريقيا او بطولتين افريقيتين بيقاموا في سنه واحده، واضيف على ذلك البطوله العربيه، ايضا بطوله الدوري، الكاس، كاس السوبر المصري، وضيفت ايضا بطولات شرفيه اخرى زي كاس السوبر المصري السعودي، فبالتالي عدد بطولات بيقترب من حوالي من 60 الى 70 مباراه في موسم واحد، فتقليص القايمه مع مشوار افريقي مع قايمه محليه انت بتايدها هتضطر تعتمد عليها ايضا في البطوله الافريقيه القادمه، لان القيد كان في نوفمبر والقيد في التوقيت ده ما كانش مفتوح في الانتقالات، فبالتالي هتعتمد على نفس قايمه الانتقالات المحليه اللي قيدت في العام الماضي واللي لعبت معاك البطوله الافريقيه، فبالتالي الاستراتيجي او الخريطه اللي انت بتعتمد عليها عشان تحضر لها طبقا للائحه والقانون اللي انت بتمشي عليه كانت محجماك بشكل صعب جدا، انت عشان تطور او عشان تغير بتتكلم في حدود من حوالي من 30 الى 40%، وده مش الهدف او التارجت الاعلى، ولو ننتظر كان في كلمه مهمه جدا قالها كابتن محمود الخطيب، قال وانا بكسب كنت شايف حاجات محتاج اعدلها واغيرها بس كانت محتاجه مني وقت على الفتره القادمه، والجزء ده مش هيقدر اغير فيه الا حتى على انتقالات يناير، ومش هيبقى بالنسبه الكامله بنسبه 100%، لان كمان في تفاصيل اخرى لسه هشرحها في هذا الموقف. خلاص اعتمدت على القائمه الافريقيه اللي انت لعبت بيها السنه اللي فاتت او البطوله الماضيه، هتأيدها في البطوله القادمه، لكن المره دي كان في درس او في وعي في القيد بجهاز فني مختلف، ايد 23 لاعب باستراتيجيه جايه بالتاكيد من دراسه مع الكابتن محمود الخطيب في الاجتماعات اللي تمت خلال الايام القليله الماضيه، فبعت القائمه ب 23 لاعب. طب ايه المتاح ليك في يناير؟ ممكن البعض يقول لك احنا محتاجين 5 صفقات، محتاجين 10 صفقات، طب اللائحه بتسمح لك بايه؟ برضه دور يعني دورنا هنا في القناه او الجمهور يبقى عارف المرحله القادمه محتاجه ايه؟ لائحه شؤون اللاعبين قبل التعديل اللي النهارده ظهر وعدد من المواقع نشرته، ويمكن اجريت عدم الاتصالات عشان نتاكد من المعلومه، وبننتظر مداخله من الكابتن احمد مجاهد عضو اتحاد كره القدم عشان يشرح لنا الموقف بشكل اكثر تفصيلا. الاول كان عندك قائمة انتظار الأهلي مأيد فيها 5 لعيبة على قائمة انتظار اللي معرفش يأيدهم في الصيف الماضي نتيجة تقليص عدد القائمة، والخمسة احنا قلناهم واحنا بنتكلم في سياق الأخبار المتعلقة بعمرو بركات وعمرو جمال وصالح جمعة. طيب قائمة النادي الأهلي فيها 25 لاعب. شهر يناير حسب لائحة شؤون اللاعبين والتعديل اللي حصل إنك ممكن تضيف 5 لاعبين يوصلوا 30، وده للأسف يعني حصل بعد ما الناس قالت يا جماعة 25 لاعب صعب جدا، والاجتماعات حصلت بين الأندية مع اتحاد كرة القدم، لكن خلاص اتحاد كرة القدم كان خد قرار ب 25، ولما حس إن الموضوع فعلا فيه أزمة وفي بطولة عربية أخرى فقال لك خلاص تعالى في يناير وأيد 5 كمان، خلاص هتأيد 5 كمان. لكن النهاردة شفنا حاجة غريبة جدا، قال لك إنك ممكن تيجي في يناير تكمل الأماكن الشاغرة في القائمة، يعني أنت لو مأيد 22 لاعب تقدر تكمل لغاية 25 يبقى تكمل 3، وتأيد ل 30 يبقى تحط 5، يبقى بالتالي انت ممكن تأيد 80. لكن في نقطه ثانيه قال لك الاماكن الشاغره في القائمه، يعني ممكن نادي يجي في يناير وهو معاه 25 لاعب يمشي 10 او يتم اعاره 10 لعيبه، فبالتالي اصبحت القائمه مش 25 اصبحت 15، فبالتالي ال 15 هيكملهم ل 30، فبالتالي سوق الانتقالات الشتويه في يناير القادم بالشكل ده داخل في مرحله وفي اطار ماديا وفنيا
وكرويا واداريا داخل في مرحله مش صح جدا، لانك حتى هنا انت مش بتعمل تكافؤ فرص بين الانديه اللي بتشارك في البطوله الافريقيه وتحددت او اتايدت بقيد 23 لاعب، مش هتقدر تستغنى عن ال 23. فبالتالي انديه اخرى مش بتشارك افريقيا او حتى ممكن تخرج من افريقيا وعارفه مشاركتها افريقيا ما بتسمحلهاش بالعدد ده، او انديه مش موجوده لا على المستوى الافريقي ولا على المستوى العربي، ممكن تجيب قايمه كامله، ممكن تجيب 25 لاعب ثاني في يناير القادم. او القصه ممكن تمشي الاجانب اللي معاها وتجيب اجانب ثانيين. يعني انا عندي اربعه اجانب، ممكن اجي في يناير القادم امشي الاربعه الاجانب واجيب اجانب ثانيين، بما ان انا خلاص اعرت الاربعه او بعت الاربعه فاصبح عندي اماكن شاغره في القايمه فاجيب الاربعه الثانيين. ده مش تكافؤ فرص، وماديا حسب رخصة الأندية المحترفة كمان ماديا هيبقى غلط جدا، لأن انت هنا هتعمل ماينس في الإيرادات والمصروفات، فطبعا هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا. عموما دي كانت نقطة محتاجة تتشرح عشان الجمهور يبقى عارف المرحلة القادمة هتبقى ماشية ازاي في مسألة قيد وانتقالات اللاعبين والمتاح ليك كمان كنادي أهلي في البطولة الأفريقية والمرحلة القادمة قبل الاستعداد والمشوار المحلي والبطولة الأفريقية. لكن في التوقيت الحالي أخرج إلى فاصل، والفقرة الحوارية الأولى النهاردة في برنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى في برنامج الاهلي الليله. وزي ما قلنا في بدايه هذا البرنامج احنا بنتكلم في حدث مهم جدا وموضوع مهم جدا في الرياضه المصريه ومتعلق بالمنشطات ومكافحه المنشطات. بالتالي انا في البدايه برحب بضيفي دكتور اسامه غنيم الرئيس التنفيذي للوكاله المصريه لمكافحه المنشطات. دكتور انا برحب بك اولا. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. طبعا موضوع مهم جدا موضوع المنشطات ومكافحه المنشطات، ومش هتكلم فيها على كرة القدم فقط، لا ده موضوع متعلق بالرياضيات بشكل عام، يعني الرياضات في البطولات العالمية وفي الأولمبيات، وموضوع أثار حتى دول كثيرة في أوروبا زي روسيا وفي الألعاب الفردية، وألعاب فيها لعيبة خدت بطولات وميداليات وبعد سنوات تم سحب منها هذا الملف. فملف مهم جدا. بداية تحب تبدأ حوارك إزاي أو تحب تقول إيه في موضوع مكافحة المنشطات؟ اولا انا طبعا بشكر قناه الاهلي اللي على اساس دعوتي دي النهارده، والحقيقه احنا يهمنا ان احنا نلقي الضوء بصفه مستمره على المنشطات في الرياضه. وزي ما حضرتك قلت طبعا ان هي المنشطات مش كره القدم، المنشطات موجوده في كافه الالعاب الرياضيه داخل مصر. احنا بنتعامل مع 57 اتحاد داخل مصر، سواء اذا كان اتحاد رياضي اولمبي او غير اولمبي او بارالمبي، كل الاتحادات كلها بالتالي بتقع تحت مسؤوليه المنظمه المصريه لمكافحه المنشطات. احنا بنتبع الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات وادا في مونتريال في كندا. وعلى فكره يعني بمناسبه الوكاله الدوليه احنا عندنا زياره من الوكاله هتتم يوم الاحد اللي جاي 2 ديسمبر، هتقعد 2 و3 و4 كنوع من التفتيش على المنظمه المصريه، وهي كل فتره كده بتيجي تتابعنا على اساس ان هو دايما بيحب يشوف مين اللي الملتزم بالكود الدولي ومين مش ملتزم. ويمكن احنا قرينا من حوالي اسبوع تقريبا ان نيجيريا اعلن انها دوله غير ملتزمه بالكود الدولي، وبالتالي السيد رئيس الجمهورية في نيجيريا التقى مع وزير الرياضة النيجيري وطلب منه في خلال مدة 21 يوم اللي هي المهلة اللي عاطينها لهم الوكالة الدولية سرعة إنشاء وكالة وطنية داخل نيجيريا، وإلا هيتم إيقاف الرياضة داخل نيجيريا. إذا المنشطات النهاردة مهمة جدا لأي دولة خوفا من العقوبات. ويمكن حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على روسيا والمشاكل اللي حصلت فيها خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. طبعا المنشطات النهارده شيء بقى خطير جدا وقوي جدا، ولابد ان الكل يلتزم بيه والكل يبتعد عن المنشطات، اولا حفاظا على نظافه الرياضه، ثانيا حفاظا على صحه الرياضيين. طيب بدايه طبيعه الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات، دورها واهميتها والدور اللي بتقوم بيه في الرياضه المصريه. اولا احنا عندنا دور مهم قوي، اول دور عندنا اللي هو التعليم او الاويرنس او الثقافه او التوعيه، فده دور مهم بالنسبه للرياضيين المصريين بصفه خاصه وللشباب المصري بصفه عامه. لان احنا مش بنتكلم بس على منشطات في الرياضه، احنا بنتكلم على المخدرات وعلى ادويه موجوده النهارده ودراجز وعقاقير منتشره بين شباب الجامعات وبين شباب المدارس الثانوي والاعدادي. مش ادويه كمخدرات فقط، ولكن في الهرمونات النهارده المنتشره بشكل غير عادي، ويمكن حضرتك بتشوفهم في الجيم وبتشوف المحلات والصيدليات بتبيع العبوات الكبيره اللي احنا اساسا بنرفض هذا الاتجاه. الدور الثاني هو الحفاظ على العداله الرياضيه عن طريق ان احنا بناخد عينات ونرسلها الى معامل التحليل الاوروبيه في برشلونه في اسبانيا، على اساس ان احنا بنعاقب اي لاعب يغش او يزيف في نتائجه وبيبقى واخد فوز غير مستحق من لاعب اخر شريف
ما تمش تنشيطه، ولكن الحقيقة اللي بيبقى فيه فرق بين اللاعب المتنشط وغير المتنشط، عشان كده احنا موجودين عشان نمنع هذا الإجراءات وهذا الكلام. حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا، انت بتقول في الأسواق بيبقى فيه أدوات أو فيه حاجات متعلقة بالمنشطات وإحنا لقدر الإمكان بنحاول نحذر منها، هل بيتم التنسيق ده لما بتعرض الحاجات دي في الصيدليات او في الاماكن مع وزاره الصحه في المسائل ديت؟ والله للاسف الكلام ده ما بيتمش، ولكن احنا بنحاول دلوقتي يعني من خلال القانون الرياضه الجديد في تعديله ان احنا يبقى لنا دور بالنسبه للانديه الصحيه او الجيم، لان الانديه الصحيه او الجيم هي الاساس اللي بيتم عن طريقه حقن الشباب بصفه عامه والرياضيين بصفه خاصه بادويه الحيوانات وبالادويه الضاره وبالادويه اللي بتؤدي الى سرطانات واللي بتؤدي الى العقمه والعجز الجنسي. فاحنا هيبقى لنا دور ان شاء الله من خلال القانون تعديل القانون الجديد القانون 71 سنه 2017. الحاجه الثانيه ان احنا بنحاول دلوقتي حاليا مع احدى الجهات السياديه في مصر ان احنا نراقب عمليه دخول هذه المكملات، لانها كلها بتخش عن طريق صحبة الراكب، ما هياش بتخش لا استيراد ولا بتخش عن طريق الفحص والتسجيل، ما بتجيش شحنة لا بتيجي لا مع لا الركاب أو بتيجي يعني مع المسافر. حضرتك النهاردة ودخلت أي صيدلية ومسكت أي علبة من العلب الموجودة دي عشان تلاقي فيها ترخيص وزارة الصحة أو تسجيل أو أي حاجة مش هتلاقيها، فتعرف على طول انها متهربه وداخله عن طريق صحبه الراكب، فبتروح للمنبع نفسه بقى، بتروح رايحه للصيدليه او تروح للمحلات اللي موجوده في داخل المولات او تبقى موجوده في الجيم. يعني في بعض ساعات بعض الادويه وبعض الحاجات اللي هي مش غير مصرح بيها، لما تروح تسال عليها في الصيدليه يقول لك في الجيم اللي جنبي، ممكن تخش جوه، وهتخش الجيم جوه هتلاقي انه بيدي ابر وبيدي حقن وبيدي كل حاجه. والحقيقه دي عمليه خطيره جدا، لانها على يعني على على لسان وزير الصحه الاسبق في سنه 2013 قال ان نسبه العقم بين الشباب المصري وصلت 30%، ودي نسبه خطيره جدا لما تبقى في بين الشباب، وانا اعتقد ان هو كمان كان متجمل فيها، يعني هي مش 30 هي اكتر من 30% لانها بين الاولاد وبين البنات. طيب حضرتك يعني ذكرت موضوع المنشطات وقسمت الموضوع ما بين رياضي او اجتماعي. تمام. طيب المستفيد من خدمات الوكاله لمكافحه المنشطات بشكل مش هقول لك بشكل شخصي لا بشكل مباشر، ايوه اللي بتتكلم عليه على المستوى الاجتماعي ولا على المستوى الرياضي اللي بيلعب في بطولات؟ انت حضرتك تقصد الاجتماعي اللي هو الشباب. لا احنا الاثنين مستفيدين مننا، يعني الرياضي مستفيد مننا واحنا بنملك عليه القوه القانونيه ان احنا نوقفه او ان احنا نمنعه من اللعب او ان احنا نحاسبه او نغرمه ماليا، انما الشباب بيستفيد مننا النصيحه. واحنا على فكره بنلتقي في معسكر اعداد القاده لشباب الجامعات اللي هو بيبقى موجود في حلوان، يمكن اكتر من 23 جامعه كانت موجوده السنه دي في اكتر من فوق، كنا بنلتقي بيهم على اساس ان احنا بنحذر من الهرمونات وبنحذر من المواد المخدره اللي موجوده في الاسواق. وانت عارف طبعا اليومين دول في اكتر من 4 أو 5 انواع جديده ظهرت في السوق وبدات الناس تتهافت عليها بشكل غريب الحقيقه، وانا طبعا كل اللي يهمني ان انا خايف على شبابنا من انهم يعني عايزين نقولوا ايه بيجروا ورا الادويه دي، ودي بتاثر عليهم بشكل غير عادي، فعشان كده الاثنين بيستفيدوا مننا. انما طبعا الرياضي بحكم القانون الدولي او الكود الدولي انا مطالب ان انا النهارده احاسب الرياضي واوقفه او اسيطر عليه اكتر طبعا. لكن النهارده الشاب انا كل اللي انا املكه عليه ان انا انصحه، وبعدين في نفس الوقت احنا طبعا يعني ناويين ان شاء الله كده في القريب ان احنا نعمل نوع من اللقاء مع الاداره العامه لمكافحه المخدرات في وزاره الداخليه على اساس ان يبقى في نوع من التناسق وبين والتنسيق والتعاون بيننا وبينهم، على اساس برضو احنا بنتواجد كتير جدا في الجامعات وموجودين في الكليات، فاحنا يبقى في نوع من مد الايد مع بعضينا والتعاون علشان نحاول نقضي على الخطر الداهم الحقيقه اللي موجود بين شبابنا في مصر. طيب دكتور اسامه، برضو في جزئيه متعلقه بالتعاون ما بين الوكاله المصريه، وخدتوا فتره كبيره جدا لغايه لما اخيرا بقى في معمل للكشف على المنشطات في مصر، وكنت بتوصلوا لفترات زمنيه انك بتبعت عينات خارجيه بتقعد بالثلاث ايام او بالاسبوع عشان تبعتها وتستنى الاستجابه. طبيعه العمل للوكاله في هذا الملف ازاي، ومدى اهميه وجود معمل داخل مصر في هذا الموضوع؟ تعال الاول نتكلم على اهميه وجود معمل في مصر، وبعدين نتكلم على الجزء الاولاني من سؤال حضرتك. تمام. اولا وجود معمل في مصر له هدفين، هدف سياسي ان مصر النهارده تبقى في وسط ال 32 دوله اللي موجوده، وسط ال 29 دوله الموجوده في العالم اللي عندها معامل، مش كل دول العالم عندها معامل، يعني مصر اصبحت ضمن 29 دوله. هي المعمل حاليا دلوقتي اسمه ابروفد او مقبول من الوكاله الدوليه، واحنا بنحلل فيه عينات الدم الخاصه بحاجه اسمها الباسبور بيولوجي او جواز سفر بيولوجي، انما العينه بالكامل كيورين او كدم احنا بنحللها في معمل برشلونه حتى هذه اللحظه لسه برضه. اول ما هيكتمل في النهايه المعمل عندنا في مصر ويقدر يحلل اليورين ويحلل البلد، ففي الحاله دي احنا هنحول كل تحليلنا وكل المواد بتاعتنا الى المعمل المصري،
وعلشان تبقى المعمل ده يتم اعتماده ويحافظ على الاعتماد بتاعه لابد من انه يستقبل مننا 3000 عينه سنويه. فاحنا طبعا الحقيقه هنبعت كل عيناتنا بعد كده بشكل كامل على المعمل المصري. والمعمل المصري في حاله تعامل مع معمل برشلونه في اسبانيا وعامل معاه بروتوكول عشان يدرب العاملين والفنيين الموجودين في المعمل المصري سواء هنا في مصر او في برشلونه في اسبانيا. تعال النهارده نشوف العينات بتاعتنا احنا بنعمل فيها ايه. احنا بناخدها من الرياضيين المصريين وبيتم شحنها في نفس اليوم عن طريق احدى الشركات الشحن الى الخارج وبتروح على اسبانيا بيتم تحليلها في المعمل. بعد كده احنا نستقبل النتائج وبيتم التعامل مع الرياضي كعينة ايجابية بالشكل اللي هو ايه المتبع طبقا للمعايير الدولية وطبقا للكود الدولي. هتقولي ان هي مثلا بتاخد لها مدة طويلة على ما توصل. لا الحقيقة احنا ماشيين بشكل يعني منتظم جدا بشكل يعني عايزين نقول ان هو في نوع من الاحترافية الشديدة. حضرتك بتستلم الشحنة من اللاعب من الراجل اللي هو مسؤول المكافحة اللي هو دي سي او او ضابط مكافحة المنشطات بيجي يسلمها عندنا في مقر المنظمة. احنا بنطلب على طول الشركة اللي هي الكورير او الشاحن اللي هنشحن عن طريقه بيستلمها مننا بيبعتها اسبانيا. احنا بنعمل عملية تراكنج للشحنة دي من اول ما تخرج من عندنا من مصر لغاية ما توصل في اسبانيا. دي بتخدش اكتر من يمكن من 36 ساعة او 48 ساعة بكتير. بتم تحليلها حسب بقى الايه المعمل ما بيبقى فيه عليه حمل او ضغط بالظبط كده او اذا كان فاضي شويه وبتجي لنا النتيجه وبنبدا على طول التعامل مع الرياضيين. احنا ماشيين كويس قوي وماشيين بشكل كويس جدا والكل الحقيقه بدا دلوقتي يشهد لنا ان احنا ماشيين بشكل وصلنا النهارده ان احنا بقينا احدى الدول ال 13 هم القمه على العالم في مجال مكافحه المنشطات. مكلفه؟ طبعا العينه الواحده بتكلفنا 7500 جنيه. العبوه غاليه، الشحن غالي، التحليل غالي. اللي بيسحب العينه يمكن ده الوحيد اللي هو مواجه غالي في مصر الحقيقه وبنلاقي علينا هجوم غير عادي علشان المبلغ اللي احنا بندهوله بالرغم ان احنا في المقابل لا بمعنى يعني اللي بيسحب العينه النهارده المفروض ان هو بياخد فيز او بياخد ايه في ايده المكافاه بتاعته فاحنا بنديله 200 جنيه في المقابل اللي زيه بره بياخد 250 دولار. يا فرق شاسع، فرق شاسع جدا. يعني احنا حولنا ال 200 جنيه الى دولارات هتساوي في حدود حوالي من 10 ل 11 دولار بالظبط. فيعني فرق كبير جدا. وانا على فكره سالت في الموضوع ده في الوكاله الدوليه هل ده مناسب؟ قلنا طبعا هو مناسب بالنسبه لمصر ولكن الحقيقه هو مش مناسب وبعد الناس كتيره جدا بتتكلم ده كتير قوي ان هو بياخد 200. هو طبعا ما يعرفش ان الراجل اللي بيروح ياخد العينه ده بيبقى قاعد جنب اللاعب لغايه ما يدي العينه ممكن يقعد ساعتين ويقعد ثلاثه واخد بالك. وممكن يبقى اللاعب خصوصا في الكوره بالذات او الالعاب اللي هي بيبقى فيها مجهود عالي اللاعب بيبقى طالع ناشف تماما جاف مضطر ان هو يشرب ويقعد له ساعه واثنين وثلاثه. وكان في احدى البطولات اللي كان فيها محترفات في السكواش كانوا بيطلبوا مننا ان احنا ما نقربش من الرياضيه او اللاعبه الا لما تقول انا جاهزه. ممكن تاكل، ممكن تنام، ممكن تتمشى، ممكن تتفرج على التلفزيون وبراحتها بقى 3 ساعات 4 ساعات 5 ساعات. انت عارف المحترفات بالنسبه للسكواش دولت بيبقى اسماء رنانه وكبيره في العالم بالظبط. طيب جزئيه بقى انك في معمل هنا في مصر ايوه الاستفاده منه ازاي؟ ما هو الاستفاده احنا الوحيدين بنستفيد منها كمنظمه وطنيه. ما فيش اي حد في مصر هيقدر يتعامل مع المعمل تمام. يعني مش هينفع النهارده مثلا النادي الاهلي ياخد عينات من رياضيين ويروح يوديها المعمل لان الجهه الوحيده المسموح لها بسحب العينات هي المنظمه المصريه والمعمل لن يتعامل الا مع المنظمه المصريه او الدول الاخرى. يعني النهارده هنقول ان اتحاد مثلا الافريقي لكره القدم الكاف كان في وقت من الاوقات كان بيبعت عيناته تونس بعد ما تونس اتشطب بدا يبعت لجنوب افريقيا. لما اتشطب بيبعت حاليا دلوقتي احدى المعامل الاوروبيه. في الحاله دي هيتعامل مع مين؟ مع المعمل المصري. اي دوله حوالينا في حوالين مصر هتبعت عينات بتاعتها على مصر عشان يتم التحليل اول ما تكتمل الصوره بقى والصوره على فكره مش هتاخد كتير قوي لان احنا واقفين دلوقتي على حاجه اسمها اللي هي المواد العياريه او المحاليل اللي بيتم استيرادها من الخارج عن طريق الوكاله الدوليه لان هم بيعتبروها نوع من الاسرار ما ينفعش ان انت تشتريها من اي حد. بتجيبها وتحطها عندنا في المعمل علشان هي دي اللي بتبين لك ايه هي المواد المحظوره اللي موجوده في عينه البول. هل في معدل زمني؟ يعني عشان يبقى المعمل بتاعك مكتمل بنسبه 100% واخد التقييم من الوكاله الدوليه. لا هو ما بيعتمدش على المعدل الزمني ولكن بيعتمد على المعدل الاخر استيراد المواد العياريه من الخارج. انك انت اول ما تستورد المواد دي بتبدا بتقول للوكاله الدوليه انا جاهز فبتبعت لك 20 عينه على 5 مرات كل مره 4 عينات معلومه الماده وتبدا حضرتك تحللهم وهي بتختبرك فيهم. لو طلعت نتائجهم سليمه بتبعت لك 18 عينه بتحللهم في خلال 5 ايام عشان تحس ان في ضغط عليك لما يكون في مثلا عندك بطوله او عندك اولمبياد او ان المعمل النهارده لما يبقى كميه العينات اللي عنده كتيره جدا هل هينجح في ان هو يحللهم بشكل سليم ولا لا.
اخر حاجه بيتحلل 10 عينات بس بقى في الحاله دي بتيجي الواده تحضر او الوكاله الدوليه لمكافحه المخدرات بتحضر 10 عينات دولت وما بتبقاش جايه عشان يبقى فيها نوع من الايه من المشرف اللي موجود في الامتحان ولكن احنا بنقول عليها اللي هي الفاين ادجستمنت او الايه الترتيبات النهائيه بعدها بتعلن على طول للعالم كله انه ممكن تحلل دم وبول في المعمل ده. دكتور اسامه غريب احنا بنتكلم على الشغل ما بين الوكاله المصريه والوكاله الدوليه هل في اتفاقيات تعاون مع دول خارجيه لتبادل خبرات معمل تونس اغلق معمل جنوب افريقيا ايضا فبالتالي انت داخل القاره الافريقيه اعتقد مش هيبقى في تعاون في الملف ده لان خلاص في اكس على معامل من خلال الوكاله الدوليه لكن التعاون اللي بيتم من الوكاله المصريه مع الدول الاخرى او مع الوكالات الاخرى خارج مصر احنا عملنا اول اتفاقيه خارجيه مع وكاله جنوب افريقيا او وكاله مكافحه المنشطات لدوله جنوب افريقيا الحقيقه دوله جنوب افريقيا من الدول المحترمه والكبيره جدا في مجال مكافحه المنشطات فهتسألني طيب هو ايه الاستفاده طبعا بنستفيد لان النهارده بيتم عمل كونفرنس او فيديو كونفرنس اسبوعي بيتم بين مصر وبين جنوب افريقيا لنقدر نقول له ايه ايديا اكستشينج او تبادل اراء او افكار ونبدا نشوف الخبرات اللي هم وصلوا لها احنا بناخدها منهم هم كانوا عندنا موجودين هنا في شهر اغسطس اللي فات وبيبدا يناقش معانا مثلا اداره النتائج ايه اللي بيحصل في عمليه الاعذار المرضيه بيبقى في مثلا مناقشه الاسبوع ده عن التعليم في مصر وازاي احنا نستفيد من التعليم في جنوب افريقيا وهكذا ده كانت اول حاجه الحاجه الثانيه احنا ابتدينا النهارده كان موجود عندنا امبارح السيد السفير دوله هولندا كانت زياره مهمه جدا كانت زياره فعلا مهمه جدا والحقيقه انا كنت يعني عايز اقول لك تاثرت جدا بزياره هذا الرجل لانه يعني كان نقدر نقول ان هو كان مبسوط جدا من الزياره ناقش كل حاجه عندنا بدا ان هو يتابع كل شيء ودعانا ان احنا نبقى موجودين عنده في سفاره هولندا في شهر يناير القادم ان شاء الله ودعوه الوكاله الهولنديه لمكافحه المنشطات انها تبقى الصور هي على الشاشه ايوه بالظبط كده ده هنا معانا السيد السفير موجود معانا وده اعضاء اللي هم هنا هو كان بياخد درع الوكاله المصريه طبعا مش عايز اقول لك ان هو كان يعني في قمه السعاده وكان جاي من امريكا قبلها بيوم كان في زياره خاصه وجاء وقال لا انا اعطيت ميعاد ولازم احضر في ميعاد اللي انا قلت عليه اللي هو 27 وحضر الحقيقه وهنا كان مجتمع مع العاملين في الوكاله وهنا هو تقبل الدرع وطلب مننا ان احنا نكون موجودين عنده علشان نعمل اتفاقيه بيننا وبين الوكاله الهولنديه وبيننا وبين احدى الشركات الهولنديه في هذا المجال. الحقيقه انا طبعا بشكر سياده السفير واهتمامه وحضوره وطبعا هيترتب على هذه الزياره زيارات اخرى ثانيه زيارات اخرى اكيد في عندنا زياره هتتم من جانب الوكاله الامريكيه لمكافحه المنشطات خلال شهر فبراير وهنا هيجي الرئيس التنفيذي للوكاله ومع عدد من العاملين في الوكاله في مجال التعليم وفي مجال الاعذار المرضيه وفي مجال اداره النتائج وطبعا احنا بنشكر طبعا كل الوكالات الدوليه على تعاونها معانا وانا بعتبر ان ده استفاده لينا احنا كوكاله مصريه لمكافحه المنشطات. طب زياره السفير الهولندي قدام الصور بتتعرض للناس ايه ابرز حاجه قالها لكم وهو بيعمل جوله في الوكاله المصريه لمكافحه المنشطات؟ طبعا انا نسيت ان انا اجيب لكم الكلمه اللي هو كتبها لنا في سجل الزيارات. يعني اعرب عن يعني عايز اقول لك عن احترامه وتقديره للمنظمه المصريه وقال ان انتم ماشيين باحترافيه كالاحترافيه المشابهه الدول الاوروبيه. في مجال مكافحة المنشطات وأنا سعيد أن أنا شفت الوضع ده حتى كان هو هزر كده في حاجة وقال أن أنا هنا في بيتعمل له حديث صحفي مع الأخت ياسمين وقال أن أنا ناوي أخد منكو أو أقتبس منكو الأبواب الإزاز والحاجات اللي أنتوا عاملينها هنا عشان أعملها عندي في السفارة لأن الحقيقة المقر المصري مقر مشرف جدا وهو شاف الناس اللي قاعدة بتشتغل في الأونلاين مع الوكالة الدولية واتصالاتهم مع الوادة بره ولف في كل مكان في المقر عندنا وانا طبعا برضو بشكره المره الثانيه وانا بشكركم طبعا ان انتوا الحقيقه لقطتوا لا ده دورنا لا الحقيقه دي حاجه يعني مشرفه بالنسبه لنا احنا ان التلفزيون الاهلي يطلبنا النهارده بعد الزياره بيوم فطبعا اشكركم لا زياره مهمه جدا ووجود حضرتك مهم جدا معانا ان احنا كمان النادي الاهلي للرياضه البدنيه فالنادي الاهلي عنده العاب كثيره وعنده لاعبين بيشاركوا في منتخبات مصر وبيشاركوا بيمثلوا مصر في بطولات دوليه سواء على الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه فالقاء الضوء على هذا الملف مهم جدا حتى داخل النادي الاهلي او حتى بشكل عام للرياضه المصريه لكن هذه الزياره برضه انا عايز اكد عليها مدى اهميه زياره سفير هولندا للوكاله المصريه مش على المدى القصير على المدى البعيد ان الوكاله المصريه تخرج الى الافواج في اوروبا هيبقى في زياره في هولندا هيبقى في زياره في امريكا في زياره في سفاره في وكالات اخرى خلال الفترة القادمة. طب تعالى كده نقول حاجة نقول لما يبقى سفير دولة من الدول الأوروبية الكبيرة وخصوصا ان احنا بنعتبر ان هولندا نمبر 1 في مجال الصحة الأوروبية مش ألمانيا
هولندا هولندا نمره واحد ويليها بعد كده المانيا. فكون ان سفير دوله هولندا يقوم بنفسه بزياره المقر المنظمه المصريه لكره المشطات انا بعتبره في حد ذاته ده مكسب كبير جدا للمنظمه المصريه لكره المشطات، وده اعتراف بان انا بقول ايه اتعمل في المنظمه المصريه كده، وانا بقول ان المنظمه المصريه بتخطو بخطى سريعه ناحيه المجد، وده حقيقه فعلا. وزي ما حضرتك بتقول دلوقتي يعني هيعقبوا اتفاقات مع دول اوروبيه، وده في حد ذاته بالنسبه لنا مكسب، لان النهارده لما تبقى دوله افريقيه بتعمل اتفاقيه مع دوله افريقيه مفيش مشكله، لكن النهارده دوله افريقيه تعمل اتفاقيه مع دوله اوروبيه في حد ذاته مكسب كبير جدا. مكسب كبير جدا. واحنا بنتكلم كمان يا دكتور اسامه في جزئيه انا اتذكر يعني من 3 4 سنين او اكثر قليلا يعني كنت بتواجه صعوبات في دخول الملاعب واخذ عينات واتحاد الكره يوافي اتحاد الطايره مش عارف العاب فرديه، دلوقتي الكل هو اللي بيدور عليكم يعني الحقيقه صح زي ما انت حضرتك بتقول كده، بس هو طبعا لسه لازال كويس انت فتحت الحته دي، هو لازال ان احنا عندنا مشكله في مباريات الاهلي والزمالك. بمعنى بيبقى في مباراه احد اطراف يعني طرفينها الاهلي والزمالك بيبقى في مشكله مع الامن، ودي انا يعني ان شاء الله في طريق ان انا هحلها. مساله التنصيف بس في الدخول. تمام. ليه؟ لان احنا ما ينفعش ان احنا نبلغ الامن قبلها ونقول ان احنا جايين، يعني المنشطات ما فيش فيها تبلغ. طب ما يتم التنصيف ده من خلال اتحاد كره القدم يعني اتحاد كره القدم بمنتهى الامانه مش متاخر وبيبلغ، لكن هي المشكله كلها بتبقى في الامن اللي موجود وخصوصا لما بيبقى الماتش في استاد برج العرب، دي مشكله تانية كبيره قوي. يعني احنا عندنا ناس سافرت عشان تحضر مباراه الاهلي والزمالك في برج العرب السنه اللي فاتت ومنعوهم ورجعوهم من على بوابات الايه الامن النطاقات الامنيه اللي بتبقى خارج برج العرب. تمام. فطبعا الحته دي لابد ان احنا لازم نحلها باسرع ما يمكن بشكل او باخر، بحيث ان احنا مش هنأثر طبعا على الامن، والناس بتاعتنا لازم تبقى معروف ان هي رايحه عشان تخش تاخد عينات بس مش رايحه تتفرج على ماتش. طيب بما دخلنا بقى في الكوره، كم عينه ممكن اتاخدت في الدوري المصري في خلال الفتره السابقه؟ مش هقدر احدد لك العدد قد ايه، ولكن لازم يتاخد عينات بشكل مستمر من القسم الف والقسم ب في كل المباريات. مش كل المباريات، لان انا عندي برنامج انا بمشي عليه، والبرنامج ده بيتحط من اول السنه، يعني في 1/1/2019 بيتحط 2019، في 1/1/2018 اللي فاتت اتحطت اوريدي البرنامج. برنامج بيتحط من مين يا دكتور اسامه؟ احنا اللي بنحطه عندنا في المنظمه عشان تشوف الخريطه اللي بتشتغل عليها. بالظبط كده، مش في الكوره بس، في كل الالعاب، وبيحكمك حاجات محدده. يعني احنا في عندنا حاجه اسمها ريسك اسسمنت بلان، يعني ايه الالعاب اللي عليها خطوره. كره القدم مش من الالعاب اللي فيها خطوره، ولكن عندي لعبه زي كمال اجسام فيها خطوره، رفع الاثقال، المصارعه، الملاكمه، العاب القوى، السباحه، كل الالعاب دي فيها خطوره. ليه؟ لان بيبقى فيها نسبه تعاطي المنشطات عاليه، فلا بد ان انت تكون متواجد فيها بشكل مستمر. كره القدم السنه اللي فاتت في كام عينه ايجابيه طلعت عندك؟ عينه واحده دبش. وده ما كانش واخد متنشطات للمنشطات، الحقيقه هو كان مريض واخد المنشطات، مش اخد علاج بس الكورتيزون. الكورتيزون ممنوع. واخد بالك؟ فهو لما اخده كان في نوع من الايه من عدم العلم بانه لابد يعمل حاجه اسمها عذر مرضي، وتم ايقافه المفروض سنتين، ولكن الحقيقه هو طلب الاستاذ الجامعه اللي كان بيعالجه، والاستاذ مشكورا جانا لحد عندنا وقال ان انا ملياش في الطب الرياضي وملياش في الاصابات ملياش في المنشطات، وانا كتبت العلاج ولابد انه ياخد العلاج ده. فدي كانت كافيه انها تنزله العقوبه من سنتين الى 4 شهور. 4 شهور بس، واخد بالك؟ لكن بقيه اللاعبين فين؟ مفيش حد فيهم طلع عيناته ايجابيه. فعشان كده انا بقول كره القدم من الالعاب اللي الحقيقه انا بعتبرها كلين، زيها زي السكواش، في العاب كده زي التنس في مصر. طيب. يعني ما بتلاقيش فيها منشطات. دكتور اسامه، هو المعيار في مكافحه المنشطات او الوكاله المصريه الخطر اللي ممكن ياتي على اللاعب او المنافس نتيجه تناول المنشطات، ولا الغش والتدليس انك بتاخد منشطه عشان تكسب؟ ثلاث حاجات. اول حاجه ان بتزود الاداء البدني للرياضي بين واحد واخد منشط عن واحد ما هواش متنشط. تمام. السيكونس الثاني او الشرط الثاني انها بتؤدي الى تدمير فكري وبدني لصحه الرياضي. تيجي النهارده نعرف مثلا على سبيل المثال الهرمونات، هل هي بتؤدي الى تدمير؟ ايوه طبعا. اولا بتؤدي الى سرطانات، وبتؤدي الى عقم، وبتؤدي الى عجز جنسي، واخد بالك؟ ولو احنا كنا تتبعنا الرياضيين اللي عندنا في مصر اللي ماتوا بالسرطان في الفتره اللي فاتت يمكن كنا عرفنا انهم كانوا بياخدوا هرمونات. الحاجه الثالثه ودي الاهم، انها بتخل بالميزان الاولمبي او بميثاق الشرف الاولمبي، ودي حقيقه. النهارده لما انا نكون النهارده انا لاعب نازل باخد منشط واللاعب اللي قدامي مش واخد منشطات، فانا لاعب غشاش وزيف. فعشان كده احنا بنحارب المواد اللي هي المحظوره في عالم الرياضه او المنشطات. طيب دكتور، ممكن نوصل امتى لمرحله انك مثلا بتكلم في الدوري العام المصري اللي هو الحدث الابرز والاشهر اللي كله بيتابعه وبيتفرج عليه وفي ملايين بيتابعه في مصر وبره مصر، لكن انت مثلا عندك الدوري المصري في جوله بيتلعب فيها مثلا 10 مباريات كويس ب 20 فريق، مبدا تكافؤ الفرص انك ممكن تروح لمباراه ومباراه تانية لا، تمام، ما بيديش تكافؤ فرص في اخذ العينات من كل الفرق؟
لا يدي تكافؤ فرص. هقول لك ليه. بمعنى ايه؟ النهارده في مباراه بين فريق الف وفريق ب ما خدتش منها، لكن خدت بين سي جيم ودال. جيم ودال لما اخد منهم في وقت من الاوقات هيرجعوا يلعبوا مع الف ومع ب. ممكن ان انا اعمل زي ما عملت مثلا في شهر مايو اللي فات، نزلنا خدنا جميع المباريات اللي كانت في اسبوع واحد. فدي ما بتديش فرصه للرياضي حتى ان هو يفكر ان هو ياخد منشط. ثانيا احنا بنقعد مع رياضيين، كنا مثلا اخيرا كنا قاعدين مع بتروجيت، وكان في عدد من الفرق طلبت مننا ان احنا نقعد معاهم عشان نتكلم معاهم. جلسات تثقيفيه؟ اه طبعا، ده لازم، ده دور ليك برضو. طبعا، ما هو ده الاساس، تعليم والوعي والتثقيف. انت مش بتقعد مع كوره بس، انت بتقعد في كل الالعاب، لكن انا بتكلم على الكوره دلوقتي عشان باعتبار ان احنا يعني كوره جماهيريه. اه بالظبط. آه. لا بنقعد معاهم، واي فرقه بتطلب مننا ان احنا نروح نقعد معاهم احنا ما بنقولش لا. ليه؟ لان انا بعتبر ان ده دور مهم قوي بالنسبه لنا، ان انت لازم تقعد مع الرياضيين دولت عشان توصل معلومه، لان للاسف في الحته بتاعه المنشطات داخل مصر يعني صعبه قوي في يعني ثقافه ومعرفه بالظبط. والحكايه مش حكايه ان انا اخد منشط، الحكايه ناحيه اداريه. يعني اداري الفريق النهارده لما يغلط في ان هو يعمل عذر مرضي للرياضي بتوقف رياضي. واحد زي كرم جابر لما توقف عن انه يخش اولمبياد ريو دي جانيرو وكان هيجيب لك ميداليه ذهب، ما كانش ياخد منشطات، ولكن كان خطا من الاداري في ان هو ما سجلوش صح في برنامج اين انا او وير اباوت، فتم ايقافه 22,000 فرنك غرامه. الجلسات التثقيفيه للاعيبه والمدربين والمداريين والاجهزه الطبيه، كل حد يعني كله في الواحد في المنظومه، كله يعني لازم تقعد مع الكل. يعني احنا مثلا عندنا اتحاد الغوص والانقاذ، اتحاد محترم قوي، كل فتره تبص تلاقيه جامع الرياضيين والاداريين والفنيين واولياء امور اللاعبين ويجيبهم من اسكندريه، يجيبهم من القاهره. احنا في القاهره يقول لهم ممكن تنزلوا اسكندريه، ننزل تعالوا بورسعيد. ليه؟ لانه عايز يوصل معلومه، لانه خايف. ان خد بالك ان الاتحادات الدوليه النهارده داخله في اتجاه خطير جدا. تمام. كل ما هيزيد عدد الرياضيين اللي عيناتهم ايجابيه هيوقف الاتحاد المحلي، ودي طبعا مش مطلوبه. يعني مثلا عندك اتحاد رفع الاثقال بيفرض غرامات بالدولار على الاتحادات اللي فيها عدد من الحالات الايجابيه، وممكن في وقت من الاوقات يوقفوا وما يدخلوش اولمبياد. طيب هنا في سؤال بيستحضر في الملف ده واحنا بنتكلم فيه، وفي اوروبا تحديدا، لان الملف ده اتفتح بشكل واسع خلال الايام الاخيره، لانه ارتبط باسم لاعب كبير في كره القدم هو سيرجيو راموس نجم نادي ريال مدريد والمنتخب الاسباني، وفي كلام ان هو بيتعاطى منشطات في فترات سابقه وفي مواسم ماضيه. ده مدى تاثيره على نتائج الفريق وعليه هو شخصيا بالاثر الرجعي مش فيما هو قادم. طيب نتكلم الاول على نتائج الفريق. لو انا خدت لاعب من فريق وطلعت عينته ايجابيه لا يؤثر على نتيجه الفريق، لو خدت اثنين وطلعوا الاثنين ايجابي لا يؤثر على نتيجه الفريق، ولكن انا بعاقب الاثنين لاعيب. الاثنين لاعيب. طب لو خدت ثلاثه والثلاثه طلعوا ايجابي، الثلاثه يتوقفوا ونتيجه المباراه تتنقل للفريق الاخر. خلاص بقت حاله جماعيه. كده ثلاثه مش حاله فرديه. اكتر من اثنين بنقلها على طول الى الفريق الاخر، ومن حقي ان انا افرض بقى غرامات على فريق ده، مش بس اسحب منه النتيجه بتاعته او اسحب منه الكاسه دي الفريق الاخر، ولكن افرض عليه غرامه، ممكن اوقفه وممكن اشطبه ايا كان، يعني حسب الايه اللي موجوده عندي في الرولز. طب نرجع للاعب راموس، هل هو فعلا بياخد منشطات؟ هل اثبتت التحاليل ان هو بياخد؟ لو اثبتت التحاليل انه بياخد يبقى لابد من ايقافه. حتى الان هي انباء. طبعا الكلام ده كله طلع في الدير شبيجل الالمانيه لما اتكلمت في هذا الكلام، وعلى فكره الصحافه الالمانيه ما اعرفش بتعمل كده هجوم على بعض الدول، وهي كانت الاساس في ايقاف روسيا الفتره اللي فاتت لما طلعت جوليا ستيبانوفا اللي هي لاعبه العاب القوى الروسيه وقالت انا باخد منشطات، بس هي خد بالك هي اعترفت ان المدرب بيدي لها منشطات وبيتم تنشيطنا. تاني يوم ساندي تايمز الانجليزيه قالت نفس الكلام، وبالتالي بدات الوكاله الدوليه تتحرك تعمل حاجه اسمها تحريات او انفستيجيشنز من تحت لتحت. قعدت 11 شهر داخل روسيا لغايه ما اثبتت فعلا ان بيتم اعطاء منشطات بشكل ممنهج عن طريق الدوله. ايه اللي حصل؟ طبعا اتوقفت الوكاله الروسيه واتشطب المعمل الروسي واتشطب مدير المعمل وتم ايقاف اللجنه الاولمبيه الروسيه، ومش كده بس، اتمنعت روسيا في بعض الالعاب من المشاركه في اولمبياد ريو دي جانيرو، واتمنعت عن انها تشارك في بيونج تشانج في كوريا. اذا معنى كده المنشطات النهارده قويه جدا وبشكل غير عادي، وما ينفعش ان احنا نقول النهارده ان اللاعب راموس بياخد منشطات ونبدا لا، لابد من عمل انفستيجيشن او تحريات، وان ثبت قبل كده ان الراجل ده فعلا كان بياخد هتتسحب منه جميع الالقاب من وقت بدايه ما اخذ منشطات. طيب اخر سؤال دكتور اسامه، النصيحه بقى اللي تقولها للرياضي بشكل عام او للشباب بشكل عام في قائمه الممنوعات من ادويه وماكولات اللي ممكن تدخل في اطار المنشطات. اهم حاجه عندي حاجتين، ان ينتقي الطعام بتاعه. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش النهارده اروح رايح عند مش عارف مين اللي في الحته الفلانيه اللي بيعمل سندوتشات كبده اشتري منه كبده، ويمكن احنا عندنا 6 حالات النهارده موقوفه بسبب ماده هرمون اسمها الراكتوبامين اللي توقف بيها 6 رياضيين نتيجه التعاطي اللي هو الفاست فودز.
عندنا البرجر وعندنا الشاورما وعندنا المصنعات اللحوم، من فضلكم ابعدوا عن كل هذا الوجبات الكلام السريعة. الوجبات السريعه ننتقي اكلنا دي واحد. اتنين، المكملات الغذائيه، من فضلكم بلاش المكملات الغذائيه. المكملات الغذائيه بتبقى ملوثه بهرمون التستوستيرون، وده بيؤدي الى قلنا العقم والعجز الجنسي والسرطان، والاخطر من كده ان انا بوقفك 4 سنين كعقوبه اولى واشطبك في العقوبه الثانيه. اخر حاجه الترامادول. الترامادول لم يدرك حتى هذه اللحظه في قائمه المحظورات لسنه 2019. خساره يا دكتور. وعلى الحقيقه 5 سنين انا بحاول فيهم، لان من وقت ما اتحط تحت الرصد بحاول مع الوكاله الدوليه. الوكاله الدوليه قالت لي احنا السنه دي في حاجه اسمها لجنه الصحه والبحوث في الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات بتدرس اذا كان هيأثر على الاداء البدني للرياضي هندرجه في قائمه 1/1/2020. اذا اثبتنا ان هو ما بيأثرش على الاداء البدني للرياضي ومجرد ان هو بين كيلر او قاتل للالم في حالات السرطان مش هندرجه. ولكن انا هعمل حاجه قريب ان شاء الله، هعمل مؤتمر للانديه الكره بالذات، لان طبعا الحقيقه هو الصداع اللي موجود عندنا الترامادول في كره القدم، لان في لعبه بتجري 90 دقيقه ما بتتعورش. ما عشان ما بتعبش هو هي بتقلل شعور بالتعب، واخد بالك؟ مش لعيبه الكره والسواقين والى اخره. لكن انا هعمل حاجه قريب، مؤتمر هنحاول ان احنا نساعد الانديه بشكل او باخر، لكن مش هنقدر نظهر في الصوره بشكل مباشر. دكتور اسامه غنيمي الرئيس التنفيذي للوكاله المصريه لمكافحه المنشطات، انا بشكرك شكرا جزيلا لهذا الحوار، حوار مفيد، وعلى المستوى الشخصي بالتاكيد في نقاط بنستفيد منها والمشاهد بيستفيد. شكرا. شكرا جزيلا بالتوفيق يا رب. فقرة مميزة فيها حجم معلومات مهم جدا للرياضي بشكل عام وللشباب بشكل خاص فيما هو متعلق بالمكملات الغذائية والأدوية والمأكولات بالنسبة للإنسان الطبيعي خلال الفترة القادمة. كل التوفيق للوكالة وكرة القدم بشكل خاص والرياضات العامة بشكل عام. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل ضيفي الكابتن محمد الزيات في الفقرة الأخيرة والحوارية الثانية من برنامج الأهلي الليلة. اهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الثانيه من برنامج الاهلي الليله، الفقره الاخيره مع احد نجوم النادي الاهلي، نجم النادي الاهلي السابق الكابتن محمد الزيات. اهلا بك كابتن محمد. اهلا بك سعيد. اخبارك؟ الحمد لله بخير والله. تمام كله تمام. تمام الحمد لله والله. طبعا انت احد لاعبي النادي الاهلي السابقين اللي كانوا موجودين في خط الدفاع واللي من قطاع الناشئين، بس سوء الحظ والاصابات كان ليه دور كبير جدا انك تبتعد لفترات وانتقلت ولعبت حتى في انبي وعدد من الانديه. ايه الاختلاف في الفتره السابقه عن الفتره الحاليه والدفاعات والطريقه الدفاعيه والاداء الخططي في الملعب شفته زمان وشايفه دلوقتي؟ هو الكره عامه اتطورت بفرق بشع بيننا وبين اوروبا، اتطورت بفرق بشع. احنا لازلنا عندنا كميه مدربين بتعتمد على المعرفه القديمه. يعني انت لو اتفرجت على ماتش اتلتيكو وبرشلونه هتلاقي ماتش تكتيك عالي قوي، الناس واقفه حافظه مركزها كويس قوي، كل واحد ماسك مربع بيتحرك فيه، كل واحد فيهم ماسك مربع بيتحرك فيه، كل راحت عند المربع ده اللعيب التاني بيستلم الضغط مع لعيب تاني وهكذا، التنقل في مربعات بره والضغط والبريس طول 90 دقيقه. احنا عندنا هنا لسه لازال في قطاع كبير قوي ما اتطورش التطور اللي شغال بره في كل حاجه. يعني ابتداء من التغذيه لغايه نزولك الملعب، مرورا بقى بمكملات الغذائيه اللي بتاخدها، الاهتمام العلمي بالعضله نفسها بره، في حاجات معديه خالص. اختلاف جذري. اصل انا دلوقتي في المجال، فعارف بره نظام الاهتمام ايه باللعيب من النشأة لغايه لما يوصل فريق اول. ففي فرق شاسع بيننا وبينهم لغايه دلوقتي لسه. لو نتذكر الجيل اللي لعبت فيه وكنت تصاعد من قطاع الناشئين، كان مين الجيل بتاعك وكان مين المجموعه اللي بتلعب معاك؟ لا كان جيل محترم. زي يعني فكرنا كده بالجيل ده. في الاهلي اعتقد كانت فوال الالفيه. في الاهلي كان 99 99 2000. كان في الاهلي جيلي، انا لعبت في جيلين، ف انت كنت في مرحله انتقاليه اصلا. كنت انا بلعب مع في سني والاكبر مني، فجيلي كان فيه عماد متعب، كان فيه الشريف اكرامي، وكان فيه فيليكس وشعلان وكمال علي سماره عادل امام، يا رب ما انسى حد يعني، ناس عماد النمر، كمال علي اللي راح بتروجيت. اللي راح بتروجيت وعادل امام وعماد النمر عاطف. وكان معانا يعني هم دول اللي كملوا يعتبر. طيب ولما لعبت في خط الدفاع في ماتشات لما صعدت فريق اول، كان مين بيلعب مكانك او بيلعب بجوارك في التوقيت ده؟ انا لعبت الاول جنب
الفريق الاول؟ في الفريق الاول لعبت جنب شادي محمد، لعبت جنب احمد السيد، لعبت جنب وائل. وائل جمعه كان لسه جاي من المحله. كان لسه في اول موسم ليه. انا قعدت 3 سنين في الفريق الاول مع مصمم الجوزيه، قعدت 3 سنين. فتقريبا لعبت جنبهم كلهم، بس اكتر واحد لعبت جنبه كان احمد السيد. كان احمد السيد اكتر واحد لعبت جنبه، وهو كابتن خشبه برضه لعبت جنبه. تمام. احمد السيد مارادونا. ميسي. طيب عايز اتكلم معاك بعد الفتره الحاليه، بما انك احد ابناء النادي الاهلي وهتحس بالمعاني اللي احنا بنتكلم فيها داخل النادي الاهلي. خروج هزيمه افريقيه في النهائي، كنت على يعني على 45 دقيقه وتفوز ببطوله افريقيه، لكن يعني النصيب ما خلاكش تفوز بالبطوله. خرجت عربيا في تعثر في المشوار المحلي. رايك في الاسباب بشكل متتالي، كشكل فني كشكل كوره، وما هو قاضي بالنسبه للفريق؟ هو انا اللي خايف عليه دلوقتي فقدان الهويه. فقدان الهويه. الهويه ان انت من جواك مش حاسس ان انت نادي الاهلي. دي مشكله كبيره، مشكله كبيره، وبدات اللعيبه فعلا تحس بيها، لان الكلام كتير في الاعلام، في لعيبه جايه في شهر واحد، في تغييرات جذريه في اللعيبه. انا لعيب لسه اقعد شهر ونص في النادي الاهلي، الشهر ونص ده انا اكيد قاعد نفسيتي مش كويسه مهما حصل، ما في ناس جايه، حتى لو انا لعيب اساسي، حتى لو انا لعيب اساسي، كنفسيه لعيب بيتاثر بالكلام ده. اهم حالي بقى كلاعب من جواه بيحس ازاي بالموقف ده. دي اهم من اي كلام. لازم الناس اللي قايمه الوقت على النادي الاهلي، سواء مدير كوره سواء مدرب، يشيل الناحيه دي من جوه نفوس اللعيبه نفسها. انا بقول لك اللعيب طالما سمع ان في 7 لعيبه جايين او 8 لعيبه جايين، بيبدا هو من جوه حتى. طب ليه يحس بعدم استقرار؟ طب ليه وانت لاعب، ما انت عارف التدعيمات دي بتحصل في اي نادي وفي اي فريق في العالم، وفي نفس الوقت احنا قلنا اصلا ان الجيل اللي موجود دلوقتي اخر 3 سنين هو بطل الدوري. بس في ناس ثانيه طلعت قالت لك جيل لا يصلح. لا، ما هو اللي بيقول، بص اقول لك على حاجه، كتير مش قليل، في مدربين مش بينتموا للنادي الاهلي، بيحب يديلك روشته بس بتبقى زي السم في العسل. ممكن. والجمهور لازم يكون فاهم، واحنا لاعبتنا كبيره وعارفه. يعني الجيل اللي احنا بنتكلم عليه ده اخر 3 سنين هو بطل الدوري، في سنه من السنين مخلص دوري قبل نهايته بست سبع اسابيع ووصل لحاجه و80 نقطه، واثنين نهائي افريقيا، واثنين نهائي افريقيا. لم يحالفك التوفيق، لكن وصلت اثنين نهائي افريقيا. عايز اقول حاجه، احنا ماتش الترجي ده لو في 3 او 4 من الاصابات موجودين احنا كنا كسبنا، مش كنا حتى تعادلنا، كنا كسبنا. مشكله ماتش الترجي في وجهه نظري الصغيره قوي، انت بدات باثنين كانوا بعيد في ماتش نهائي، وفي ماتش انت مطلوب منك ناس تمسك كره قدام. انا كرايي حمود يلعب، بس هتمسك بون قوسين برضو. موضوع الاصابات، اصابات تاثيره كان بشكل كبير جدا. يعني احمد فتحي اللي هي جرينت موجوده في الملعب بالظبط، يعني ده لوحده بيخلي في لعيبه كتير جدا في الملعب روحها المعنويه عاليه جدا، ده ما كانش موجود. عنصر الخبره نفسه في الفرقه ما كانش موجود. عمر السوليه كان لسه راجع من اصابه برضو، ما كانش واقف على رجليه 100%. مظبوط. عندك مشكله، انت ما عندكش ولا محترف في الملعب غير كولوبالي، ومعلش مع احترامي انا كولوبالي مش شايفه لعيب اضافه للنادي الاهلي، بالعكس. لكن انت شايف ان غياب معلول، اجاييه، ازارو مع احمد فتحي بامكانيات فتحي وخبراته كان لهم تاثير فظيع. مؤثر جدا جدا، لعيب واحد من دول بس كان يفرق معانا، لعيب واحد من دول بس. طب انت عشت يعني في فتره من الفترات وانت في النادي الاهلي كانت في نفس الظروف، عشتوها ازاي وكان بيحصل ايه؟ احنا خدنا فيها حوالي 4-5 بطولات، تخيل. ما خدتش دوري بس خدت افريقيا. خدنا افريقيا وخدنا سوبر وخدنا كاس مصر مرتين، خدنا الثاني تقريبا في الثلاث سنين دول، كانوا 2001 ل 2003. مظبوط. بس خدنا سوبر افريقي وخدنا كاس افريقيا وخدنا كاس مصر تقريبا مرتين. ما خدناش دوري، بس بعد كده بقى خدنا الدوري الفتره بعدها 10 سنين حدث ولا حرج. بالظبط. فتره طويله قوي. مفيش، كان موضوع تدعيمات. احنا ايامها بقى ما كانش في اعلام شديد زي دلوقتي، سوشيال ميديا ما كانش في اعلام جامد قوي، كان موضوع تدعيمات وناس تفرق معاك. بس لما ابو تريكه جه وجي تاني بعدها جه عملنا نحاس وبركات في البدايه كانت ابو تريكه وحسن مصطفى. ايوه صح، 6 شهور دول لما الاهلي كان السابع او الثامن. بالظبط. هي كان طلع لغايه الثاني، طبعا كان عمل كامباك في الدور الثاني مش طبيعي. الفتره اللي بعدها دعم النادي الاهلي بمجموعه لعيبه كويسه قوي، كان عملنا نحاس على كابتن عماد وبركات واسلام الشاطر ورامي عادل، وجاب كام واحد بعد كده اعتقد فيلافيو وجيلبرتو. فيلافيو لا، فيلافيو وجيلبرتو من 2000. فيلافيو لكن جيلبرتو كان من 2001. فيلافيو جه بعد ما انا مشيت بسنه تقريبا، ومتعب بقى بدا يطلع. متعب طبعا كان اضافه كبيره جدا لتاريخ النادي الاهلي عامه، مش الفرقه. كانت انطلاقته من كاس العالم للشباب في الارجنتين في الامارات. بس الامارات ما كانتش فرصه، كان منه الجوزيه اداها له فمسك فيها واتصاب، اما رجع تاني اداها له تاني
فمسك فيها بقى بسم الله ما شاء الله وكمل لغايه لما بقى واحد من اعظم اللعيبه اللي جت في تاريخ نادي الاهلي. تمام، انتوا بقى كلاعبين في التوقيت ده اتعاملتوا مع موقف ازاي بعيدا عن الجهاز الفني؟ بيبقى فيه في فرقه اتنين تلاته كبار في السن هما اللي شايلين القياده بتاعت النادي الاهلي، هما اللي بيلموا النادي الاهلي، هما دول اللي كانوا قايمين بالدور اكتر. كان برضو موجود ساعتها اكيد مدير الكوره كان برضو بيلم، كان الكابتن علاء صادق كان لامي الدنيا بشكل كويس برضو. ما كناش وقعنا يعني، ما كانش في وقوع. انت كان ساعتها فرقه الزمالك فرقه كويسه قوي، بس كسبتها سته، ما كسبتها سته لما بدات تفوق اللي هي الست شهور التانيين اللي بعد كده انت خدت الدوري بالظبط لمده طويله جدا. فهي الدور دلوقتي على اللعيبه الكبيره في السن، اللعيبه اللي عندها ثقل، وللاسف اللعيبه الكبيره عندنا دلوقتي برضو مش بالشكل الكافي. العدد عدد الخبرات مش موجود بالشكل الكافي. انت خسرت واحد زي حسام غالي برضو، واحد زي متعب، دول وجودهم كان ليه مكانه اكبر بكتير قوي من الكوره، اكتر بكتير في لم الفريق، في حزم اللعيبه الصغيره، في توليد روح النادي الاهلي على طول في اي ماتش. هو اللود كمان لما يكون عندك 6 7 لعيبه خبرات في توزيع المهام والكلام مع اللعيبه، غير لما يكون عندك 3 4. صح، بيبقى في ضغط اكتر ان الثلاثه هيعملوا جهد الستة السبعة. ايوه صح مظبوط. وعندك برضو في لعيبه كتيره كبيره عندها اصابات، وحتى لما بترجع بتبقى عايزه اللي يشيلها، والناس ما بتستناش وانت ما عندكش بدائل في اماكن معينه. طب هل مجرد تحقيق الفوز في مباراه بتروجيتا او اي في مباراه قادمه، مش هقول ينهي، بس يعني الحاله النفسيه والمزاجيه عند البعض هتحسن طبعا، هيتحسن شويه. بص يعني مفيش استكبار، الفوز بيجيب فوز، ولعيب الكوره مهما كان في اي فرقه كبيره لو خسر ماتشين ورا بعض بيبدا ثقته في نفسه بتقل، ما بيبداش يطلع كل اللي عنده، ما بيبداش ياخد راحته في اللعب بنسبه 100%. لو لا قدر الله في هزيمه ببدا انزل من جوه، لو في مكسب بعلى من جوه، حتى لو انا امكانياتي متوسطه بتعلى مع الثقه بالنفس. في ماتش بتروجيت هيفرق معانا، هيفرق معانا بنسبه 100%. لو خدته مكسب، حتى لو مكسب وانت ادائك وحش، بس كسبت الماتش اللي بعدها هيبقى عندك دافع قوي جدا انك تكسب، والماتش اللي بعديه وهتكر بعد كده. فاحنا محتاجين مكسب عشان الامور ايه تهدى شويه. وانت في الحاله دي بتبقى عايز ايه من الجمهور؟ ان هو يبقى زي ما بيقولوا على حلو ومر معاه. هو ياما النادي الاهلي فرحنا، ياما فرحنا. فايه المانع لما هو يحصل له كبوه نقف جنبه لغايه النهايه ان شاء الله. بس هو ده مطلوب، لان النادي الاهلي ياما فرحنا، وياما كان هو الوحيد اللي في مصر بيفرح مصر كلها، مش الاهلاويه بس، كان ساعتها كل مصر بيشجع الاهلي. مظبوط. دلوقتي بقى في نغمه بقى زملكاويه واهلاويه، ده يتريق على ده. ان شاء الله الامور دي تهدى خالص ان شاء الله الفتره الجايه، والنادي الاهلي يرجع باسرع وقت، وده اللي احنا متعودين عليه. طيب الفتره القادمه الكل بيتكلم عن انتقالات يناير والاستحداث اللي هيحصل في الفريق. شايف الفتره دي ازاي مع عوده المصابين؟ لان انا برضو مش عايز اتغاضى عن عوده مصابين هيفرقوا كتير معاك في الفريق الفتره الجايه. معلول، اجاييه، عندك رامي ربيعه كمان في خط الدفاع لو رجع وتواجد حاجه مهمه جدا في خط الدفاع. مش بس رامي بقى له اكتر من 6 شهور صح او 4 شهور تقريبا، بقى له فتره طويله قوي مش شفتوش في الملعب، عشان يرجع محتاج على الاقل شهر، محتاج وقت ماتشات برضه. طبعا صح؟ طبعا انت محتاج اللعيبه تكون جاهزه دلوقتي، واللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي لعيبه كبيره ولعيبه كويسه ولعيبه منتخبات، بس في حاجه غلط، في حاجه غلط جوه اللعيبه نفسها مش جوه السيستم. لا السيستم عمره ما كان في حاجه غلط، اللعيبه نفسها التوقيت ده توقيت لعيبه، توقيت لعيبه طبعا، لان مفيش الا هم اللي دول الموجودين. انت ممكن تدعم في شهر واحد، كان المفروض برضه تدعم في شهر 7 و8 بمراكز معينه. كانت القايمه صعبه يا كابتن زياد، انا كنت بشرحها في بدايه الحلقه. انت بتلعب في افريقيا، ايدت 26 27 لاعب، محتاج تأييد 4 لعيبه، هتجيب صفقات ولا عندك في لعيبه راجعه من اعاره زي مؤمن زكريا، ولا في لعيبه لسه في الدوري المحلي ما تأيدتش زي محمد شريف واكرم توفيق زي احمد الشيخ. كان صعب عليك لان انت داخل دوري المجموعات او قيد في صيف وانت مش مأيد 23، انت مأيد 26 و27 وأيدت لعيب ومشيته بعد ماتش زي ما كمان. طيب فكان مساله القيد في الصيف برضو انت كنت شايفها ازاي؟ كانت المساله كانت محكومه، كان عندنا مساحه، على الاقل كنا جبنا واحد احسن من كولوبالي، مع احترام الكولوبالي، مع احترام اللي جابه، مع احترام الكارترون، بس اللعيب ده ما يخشش النادي الاهلي. ايه وجهه نظرك؟ يبقى اضافه لخط ظهر النادي الاهلي. انت هتجيب 3 لعيبه، هات لعيبه سوبر، ما تجيبش لعيبه نص كم، مع احترام لاي لعيب موجود في النادي الاهلي. بس احنا بنسعى النادي الاهلي ده يبقى اقوى فرقه في افريقيا مش في مصر، فلازم اللعيب اللي يخش النادي الاهلي يبقى بيمه النادي الاهلي. طيب البعض بيقول ان الاهلي خسر الدوري او الفرق النقاط ومع عدد المباريات المؤجله
في البعض ممكن يصدر الاحساس ده او الصوره دي. لكن الكابتن سعد وحفيظ مدير الكره امبارح طلع قال تصريح في مداخله هاتفيه قال ان الاهلي بطل الدوري باذن الله ومش هتحاسبني على بطوله او ماتشات ان انا بطل شهر ديسمبر او بطل شهر في نوفمبر، انا في النهايه اهم حاجه اكون بطل الدوري ان شاء الله يحصل. اهميه هذا التصريح ومعنويا شايفه كمان تاثيره على الفريق. انا عجبني جدا كلام الكابتن سعد بصراحه، عجبني جدا حتى بعد الماتش العزيمه عجبني الكلام اللي قاله للعيبه، هو ده المطلوب. والكابتن سعد من الجيل اللي كان من جيل العظماء في النادي الاهلي، كابتن سعد من الناس اللي ادت للنادي الاهلي كتير، وشايف ان وجوده الفتره دي هيفرق جدا مع اللعيبه. حتى الروح بتاعته والسبب بتاعه، ان الثبات الانفعالي برضه في التوقيت ده مطلوب من الناس الكبيره، مطلوب جدا من الناس الكبيره. يعني انت لو جيت تبص من بعيد مفيش كارثه ولا حاجه، مفيش مصيبه، انت المجموعه دي اتوصلت نهائي افريقيا وكاس اللي هو ابطال العرب، انت خارج منه بهدف اعتباري مش هزيمه. بالظبط. في نفس الوقت انت مشغول ب 100 حاجه وعندك 100 اصابه في فرقه، فعندك 100 مشكله، وفي نفس الوقت انت بتكمل في كل البطولات دي، فطبيعي طبيعي علميا اللعيبه تقع بدنيا، مش بدنيا نتيجه ضغط الماتشات والبطولات. فانت اوريدي موسم استثنائي. فانت اوريدي في ماتش او ماتشين راحوا منك بدنيا، اوريدي في لعيبه بترجع من اصابه بتلعب عشان ما عندكش بديل، زي السوليه لما رجع لعبت بالسوليه وديته ماتش وفوق الصيف. انا لعيب كوره وفاهم الكلام ده، يعني السوليه ما كانش واقف على رجله صح في ماتش وفوق الصيف، بس اداله عشان هو عايزه في ماتش النهائي، عايزه في الفاينل. انت لو عندك بديل ما انت هتخلي السوليه يرجع براحته، وفي نفس الوقت البديل اللاعب ياخد ثقه بحيث لما تحتاجه برده تلاقيه موجود. دي اللي كانت ناقصانا الفتره بتاعت الضغط الماتشات، عشان كده لما جيت تقع وقعت مره واحده، لما اللعيبه كلها استنفذت وبدات الاجهاد يمسك فيهم انهارت مره واحده. محتاج دلوقتي كونفيدنس شويه، ثقه في النفس عشان الموضوع يرجع، وسهل يرجع مش صعب. الثقه بالنفس ممكن تيجي من الجمهور الاول؟ انا ما شفتش اوفى من جمهور النادي الاهلي، ما شفتش اوفى من جمهور النادي الاهلي. تمام. دي حاجه، لو الاهلي بقى الاخير هيفضل يشجعه لغايه لما يبقى الاول، وعندهم ثقه فيه ان هو يبقى الاول. الطاقه الايجابيه اللي ممكن الجمهور يصدرها للفرقه وللعيبه؟ ان هم يساندوا، يروحوا التمرين ويساندوا اللعيبه ويخشوا ويشجعوا اللعيبه زي ما حصل قبل كده. غياب الجمهور، مش بتكلم عن التدريبات، لا، غياب الجمهور الاهلي على المباريات تحديدا فارق بنسبه كام يا كابتن زايد؟ ده يفرق بكتير، يفرق بكتير. يعني انا شايف الجمهور الزمالك بيساند كل ماتش، بيساند نادي الزمالك، واعداد كبيره يعني فوق 6000 تقريبا. تقريبا. وده فارق جدا مع نادي الزمالك، عندهم حماس وبيلعبوا بروح، فده يفرق معانا كتير، وجوده هيفرق اكيد اكيد. لان انت لو بتحط مقاييس ومعايير للمشاكل اللي ممكن تواجهك عشان تقوم على مركزك وتتواجد في المركز الاول، ما بين صفقات، غيابات، امور بدنيه، امور فنيه، ايضا كفه الجمهور ما ينفعش تتغاضى عنها ولازم تتحط في نفس الكفه. ده تقريبا هي من اهم العناصر اللي ممكن تنجح النادي الاهلي، هو الجمهور، وهو اللي فرق مع الاهلي بطولات كتير. طبعا. طبعا. انت ماتش الترجي هنا في اسكندريه انت واخده تقريبا عشان الجمهور. الدفع المعنوي. طبعا. طبعا. ما هي نفس الفرقه اللي راحت هناك. ليش انما واحد وليد ازارو، هي نفس الفرقه. الفرق كان بشع. الفرق كان بشع عشان هم جمهورهم برده كان بيساندهم. المدرجات اتفتحت والملعب اتملى لاول مره في تونس من ثوره تونس، لاول مره كان الملعب راضي يتملي بالاخر. هم لعبوها صح. هم لعبوها صح. عم شحن معناه جامد. طيب برضو في جزئيه الهجوم على الاهلي من وسائل الاعلام، مش عايز اسالك فيها كواحد متابع، لا كلاعب برضو، انت بتحسها ازاي وشايفها ازاي؟ انا مش عايز اكلمك الكلام اللي هو ايه، بس عايز اكون محترم شويه في كلامي. انت متضايق من الهجوم؟ طبعا. احنا في حته والباقي كله في حته. احنا في حته والباقي كله في حته. مهما حصل انت الفرق بينك وبين اقرب منافس ليك فرق بطولات كبير قوي. 20 سنه. بس نحترم برضو ان هم شايفيننا منافس ليهم، بس احنا هنا في مصر بعيد قوي عن اي حد. بس. انت بتتكلم في سباق زمني من حوالي من 20 ل 30 سنه. لا بعيد قوي. بعيد قوي، انت 12 دوري 40 دوري. فرق بشع. كاس مصر حتى الزمالك بياخده، مع احترامي طبعا الكامل لفريق الزمالك، فرقه كبيره. وهي في رايي رقم 2 في مصر، لكن برضه مفيش وجه مقارنه. اللي يقطع في النادي الاهلي يقطع، النادي الاهلي بيجي وقت بيسكت كل الناس. ودي موجوده، ده يعني هنروح بعيد ليه؟ السنه اللي فاتت مش طلع مدربين كتير قالوا على النادي الاهلي فرقه عالميه وبتلعب كره اوروبيه؟ صح؟ ماتش الجيش تفتكر؟ مظبوط. وكانوا بيلعبوا بخمس ست لعيبه جداد. وكذا ماتش برضه بعد كده طلعوا المحللين وقال لك النادي الاهلي في حته ثانيه خالص وبقيه الدوري كله في حته، صح؟ مظبوط.
الدنيا تبقى بتقلب في ثانيه. هنا في مصر الراي العام ممكن النهارده بكلام بكره يبقى بكلام ثاني خالص. فتشتغل بصمت وتحضر وتشوف الخطا فين وتعدل. بس انا كان نفسي في حاجه، النادي الاهلي عمره ما كان بيصدر مشاكله للاعلام، عمره ما كانت بتحصل. ما بتصدر هي مش بتصدر، عشان برضو نوضحها للناس. عارفه قصه السوشيال ميديا، ممكن واحد يقول رايه، واحد يقول خبر، واحد يقول. طب ما كانت موجوده سعيد من زمان السوشيال ميديا. لا بس موجودة. مش لا لا لا، بص لك على حاجه، السوشيال ميديا زي ما يكون ليها حاجات ايجابيه فيها حاجات سلبيه. في ناس على السوشيال ميديا ممكن تساندك وتدعمك وفاهمه الوضع وعارفه الخريطه وعارفه الاهلي مر بحاجات زي كده كل 15 سنه او كل 10 سنين، بس بتضع الحلول وازاي تشتغل. وفي ناس بتبقى عايزه تحط لك السم في العصا من خلال السوشيال ميديا وتصدر لك ازمات. دي احنا فاهمينها، دي احنا فاهمينها وعارفينها، دي احنا فاهمينها وعارفين مين كويس قوي من جوه ومين وحش قوي من جوه. وحتى المدرب اللي هو مثلا مش منتمي للاهلي وعايز يديك النصايح والبتاع، كان نصح نفسه بيها او كان كل دول كانوا بيطلعوا السنه اللي فاتوا وشكروا في النادي الاهلي. بقول لك النادي الاهلي في حته ثانيه خالص غير فرق الدوري كلها. بس برضو انا بقول لك النادي الاهلي محتاج يقفل على نفسه، يقفل على نفسه حتى لو في مشكله الصحافه ما تعرفش عنها حاجه، زي ما احنا متعودين، ما احنا اتربينا على كده. مهما يكون النادي الاهلي في مشاكل ما تطلعش بره، يعني في سيستم وفي حد متحكم في السيستم ده. ما ينفعش اي خبر في اي مشكله يتسرب، مش حلوه. الخريطه اتغيرت في اخر 3 4 سنين يا كابتن زايد، فيها تفاصيل عايزه حلقات. الخريطه نفسها اتغيرت في اخر 3 4 سنين، لكن المشوار الافريقي وانت بتتكلم في المشوار المحلي، وعندك مباراه يوم السبت 1/12، ماتش يوم 5، ماتش يوم 9، ماتش في افريقيا 15. انا عايز اقول لك انت، احنا حافظين التاريخ وحافظين الاجنده في شهر ديسمبر، كل 3 ايام مباراه، لكن مشوار افريقي داخل في بطوله تانية وبتركيز تاني ومينتاليتي تاني، وعايز تحضر نفسك ليها بشكل مختلف. لازم نفهم اللي احنا فيه ده بسرعه، لازم لازم باسرع وقت اسرع. انا شايف من وجهه نظري الصغيره احمد الشيخ وجوده مهم، احمد الشيخ وجوده في التشكيل مهم. ابتدى كابتن يوسف يعني دفع بيه بشكل اساسي ولعب ال 90 دقيقه كامله. كابتن يوسف انا بحترمه جدا على المستوى الشخصي، يعني راجل من الناس اللي دربتني في انبي ومدرب عليه جدا. وانا بقول لك لو خد الفرصه كامله على بطل افريقيا 2013، لو خد الفرصه كامله باختيارات لعيبه هو بعينيه هيعمل شغل كويس قوي. بس مشكله فضل. الفتره دي اللي هي فتره صعبه، الشيله تقيله دلوقتي، الشيله تقيله. فهو قدها، بس انا ما اعرفش بقى خريطه النادي ممكن يعمل ايه، يجيب مدرب من بره ولا هيكمل بكابتن يوسف. عيبان على خلال الفتره القادمه. طب في نقطه، كابتن يوسف اشتغل معاك ودربك في انبي، كابتن يوسف نفسيا بيتعامل ازاي مع اللعيبه؟ اصل هو معايا في انبي كان مدرب تاني، كان مدرب مساعد، كان لسه صغير يعني، ما كانش لسه كان لسه ساعتها كان مبطل وكان لسه بيبدا في مشوار التدريب. فلما دخلت في المجال اللي انا فيه دلوقتي شفته طبعا في بيدرب الشرطه العراقي، لا حازم وفي نفس الوقت اللاعب بتحبه، وطبعا فاهم كوره كويس قوي، فاهم تكتيك كوره كويس قوي، وعنده انديفيدوال عالي جدا بالنسبه للعيبه مثلا المدافعين اللي زي واخده بعد التمرين ومعرض على حاجات معينه تزود من الليفل بتاعك. هو عنده دي عاليه جدا بس ما شاء الله. بيشتغل التخصص بيعمل تدريبات تخصصيه مع الفرق. فاتمنى له كل التوفيق والله. طيب المشوار الافريقي، يا اما تقابل فريق من اثيوبيا او فريق من جيبوتي، ويمكن الفريق الاثيوبي فاز في جيبوتي 3-1، ويمكن هو بيقترب بشكل كبير لمواجهه الاهلي في دور ال 32. من تلت التفكير في المباراه دي بتفكر فيه ازاي وتشوفها ازاي؟ الكره في اثيوبيا اتطورت قوي، اتطورت جدا الفتره اللي فاتت دي، وحتى مستوى العود عندهم عالي، واللعب في اثيوبيا عامه صعب، الاكسجين والارتفاعات والكلام ده احنا جربناه. فمش ماتش سهل، مش هي ماتش سهل. وفرق اسمها مش معتاد انك لعبته قبل كده، يعني فرقه ابا جيفارا مش البن الاثيوبي، مش كذا فرقه انت لعبتها قبل كده. هناك الخريطه برضو اتغيرت شويه، بقى في كم نادي بيجي له زي سبونسر كده بيدعمه فبيصرف. وهناك طبعا لو انت صرفت مثلا هقول لك عقد ب 50 و 60 الف دولار تجيب لعيبه كويسه جدا هناك في اثيوبيا. فالدنيا هناك بقى تتحرك شويه. فماتش هيبقى صعب مش سهل، مش سهل. المواجهه الاولى في مصر والثانيه خارج مصر. نخلص من هنا، لان انت لو رحت هناك محتاج الماتش مع قله الاكسجين، مش الموضوع مش هيبقى سهل. ديك شايف الزمالك السنه اللي فاتت تقريبا خسر ولا يديتش. لا يديتش، ومش فرقه برده مش على الخريطه، بس الكره ملاش كبير. طيب انت كلاعب بتفكر ازاي في بطوله افريقيه جديده، ودي جايه بعد البطوله الاخيره بشهر، وهتلعبها في مده زمنيه قصيره. هتبدا في 12 هتختم في 5، يعني في اقل من 6 شهور تقدر تعوض اللي حصل بدل ما تستنى سنه كامله. انت كلاعب بتشوفها ازاي؟ كلاعب نادي الاهلي ولا كلاعب؟ كلاعب النادي الاهلي. كلاعب النادي الاهلي مفيش بديل غير انك تكسب البطوله دي، ولو عايز تكسبها تكسبها، وفرصه عظيمه بالنسبه لك. لو عايز تكسبها تكسبها. اللي كان بيميز النادي الاهلي ان هو بره ملعبه بيبقى كويس قوي، عكس ماتش الترجي.
ركز كده في اي سنين احنا بره ملعبنا كنا بنكسب ومتعادل، حتى لو خسرنا نخسر مثلا فرق هدف ومين يجيب هدف بنسجل. مظبوط. ان احنا نروح نترج ونخسر 3-0 دي ما حصلتش ابدا، دايما عندك اللعيبه اللي قدام عندهم النزعه الهجوميه، عندهم نزعه ان هم يجيبوا جون. الكلام ده موجود وهيبقى حاضر ان شاء الله في الفتره الجايه، هيبقى حاضر. بس مع التدعيمات ان شاء الله، محتاجين تدعيمات. البطوله الافريقيه متواصله كابتن زيات، يعني انت هتلعب في 12 دور ال 32، القرعه هتتعمل يوم 28/12، تبدا دور المجموعات. عايز اقول لك مباراتين كل شهر، يعني في شهر يناير ماتشين، شهر فبراير ماتشين، شهر مارس شهرين، شهر ابريل هتلعب دور الثمانيه، شهر مايو هتلعب السيمي فاينل والفاينل. مفيش مساحه. انت محتاج مثلا تقريبا مش اقل من 7 لعيبه تقال، والله العظيم على الكلام اللي بتقوله ده. ومحدش يتعور. 7 لعيبه تقال ومحدش يتعور. هيتعور، في ناس هتتعور تعور، في ناس هتتعور تعور، لان كميه الماتشات دي بكميه الماتشات اللي اللعيبه لعبتها الفتره اللي فاتت دي بالضغط النفسي والعصبي اللي عندهم، لا في لعيبه هتقع، في لعيبه هتقع، خدها مني، في لعيبه هتقع. لو جبت مدرب احمال برشلونه في لعيبه هتقع. بما انك ذكرت برشلونه، بس مش هتكلم عن برشلونه، ان برشلونه معاها معجزه كرويه اسمه ميسي بصراحه، يعني بيجيب اهداف ما بنشوفهاش في الواقع في داخل كره القدم. لكن في ظاهره عالميه في التوقيت الحالي، وبتتكلم وبتتفرج على الفرق الكبيره اللي بتمثل بلادها، ريال مدريد في اسبانيا، المان يونايتد في انجلترا، حتى الباير في المانيا، حتى لو في كابو بس بيحاول يقرب، بس الباير دلوقتي مش زي زمان. الاي سي ميلان حتى تاريخه في ايطاليا اخر 10 سنوات مش موجود خالص في المنافسه، عكس اليوفي. ظاهره ظاهره عام 2018. انت قلت كلام جميل قوي بصراحه. القصه دي في فرق فعلا في الخريطه اتغيرت، واحنا ثابتين خلي بالك. يعني احنا الحمد لله ثابتين جدا بقالنا فتره طويله. الترجي بيقع وبيطلع، الرجاء بيقع وبيطلع، الوداد بيقع وبيطلع، انت دايما بيبقى وجودك على الساحه الافريقيه موجود. مظبوط. غير المحليه الحمد لله احنا موجودين طول عمرنا، بس وجودك على الساحه الافريقيه ده يزودك ما يقلكش. يعني احنا مش عايزين نحس ان احنا في كارثه، احنا وصلنا نهائي، بس المشكله ان النهائي ده كان في ايدينا. يعني كان 45 دقيقه خلاص في ايدينا. مش بتكلم ماتش، انت كنت على بعد 45 دقيقه. الجون اللي دخل في الاخر خمسه، في اخر دقيقه، في الدقيقه الاخيره في الشوط بيهاجموا. فهي هو ده اللي زعل الجماهير قوي، ان البطوله دي كانت جوانا قوي، عكس كل سنه انت متعادل هنا او خسران هنا وتروح تكسب هناك. بتعمل المستحيل، فالمره دي انت مطمن، فرحت الدنيا كانت عكس ما انت متخيل. فانت جبت كل الفرق اللي بره، في فرق كتير وقعت، حتى ريال مدريد السنه دي وقع، ومن كام سنه كان واقع برضه. دي ظاهره عامه وظاهره كونيه ان في فرق بتعلى. فالحمد لله احنا دايما متعودين على المكسب. بس ليها اسباب مرتبطه ببعضها ولا هي صدفه؟ ما بعض يجي يقول لك ايه، طب انت عايز تربط تراجع الريال بتراجع الاهلي، طب ايه الاسباب اللي تربط الاثنين ببعض؟ فبرضه المشاهد عشان برضه يبقى يعني برضه نديله الاجابات اللي تقنعه، هل هي ظاهره فعلا في اسباب ارتبطت ببعضها في توقيت واحد مع الانديه الكبيره ديت، ولا هي ظاهره جايه صدفه في عام 2018؟ لا كل نادي وليه ظروفه. يعني كل نادي في مقاومات بتنجحه وفي مقاومات بتوقعه. يعني ريال مدريد ما دعمش ومشى كريستيانو كل سنه بيجيب له، ومشي زيدان من 50 ل 60 جون توتال، فانت شلت 50 60 جون من فرقتك اكيد هيقع. انت عندك كميه اصابات مش طبيعيه، الاصابات دي معلول لوحده كان جايب لك 3-4 اجوان في افريقيا اللي فاتت، واجوان مؤثره، اعلى نسبه اسيست من لاعب في بطوله دوري ابطال افريقيا. جايه اجوان مؤثره، عندك لعيب مش من الاهلي اللي هو عبد الله السعيد كان مؤثر، عندك ازارو كان ما لعبش، فعندك كميه لعيبه برده فرقت معاك جدا، لو موجوده هتفرق معاك فرق السماء والارض. الاهلي بيدفع فاتوره الاصابات يا كابتن زياد؟ طبعا. طبعا فاتوره غاليه شويه؟ جدا، لان جايه في عناصر مهمه جدا وعناصر مؤثره، يعني كفايه معلول وكفايه فتحي واجاهي. انا عايز اقول لك معلول غياب عن نهائي افريقيا في ماتش الوداد في المغرب نتيجه الاصابه، وغياب عن نهائي افريقيا امام الترجي نتيجه الاصابه. يعني حتى الغيابات بتيجي في توقيت حساس جدا، وانت بتختم المسابقه وخلاص على بعد مسافه انك ترفع الكاس. وكانوا بيفرقوا معاك جدا. ما انا بقول لك اللعيبه الخبره دي لما موجوده انت كنت كسبت، مش اتعادلت، كنت كسبت في الترجي، لان هم كانوا نازلين خايفين منك. هو الجون ده حمسهم. ممكن البعض يقول لك ما هو مساله الاحلال والتجديد برده كانت ممكن يكون لها دور، رغم ان احنا اتكلمنا في القائمه واتكلمنا في العدد المتاح بالنسبه لك، لكن برضو في سؤال بيطرح نفسه، يقول لك الاحلال والتجديد، ما انا في 2012 لما كسبت افريقيا على الترجي كان على الدكه تريكا وبركات، وكان بيبدا جد والسيد حمدي، فكان عندي وفره. وجهه نظر البعض صح. بيقولها برضو صح. اسمع رايك فيها. صح، احلال وتجديد السنه دي بالشكل اللي احنا فيه، بالموسم اللي احنا فيه، بالضغوطات دي، ما جبناش حد في شهر واحد، في شهر 7 ما جبناش حد، ما جبناش الصفقات اللي هي تقول عليها تقدر تسند الاهلي. انت بتلعب بنفس المجموعه بتاعت السنه اللي فاتت، اضافه ليهم كولوبالي بس، ما اضفناش عناصر
ينفع نقول ان احنا عملنا حلو تجديد. ما كانش عندك مساحه انك تضيف 7-8 لعيبه زي ما قلت، محتاج 7 وانت كان عندك المتاح 3. بص على عكس الناحيه الثانيه الزمالك جايب كل اللعيبه المميزه اللي موجوده في مصر. بس عارف ايه الفرق؟ بقاله بالظبط 4 سنين على كده. بس لو نحسبها بالتسلسل يا كابتن زياد، ايه الفرق؟ الزمالك في انتقالات الصيفيه الاخيره وهو بيتعاقد مع لعيبه او بيتعاقد وما عندوش بطولات يعني خرج من افريقيا، فبالتالي ما عندوش قائمه افريقيه مرتبط بيها ومكمل فيها، فبالتالي ما عندوش مشكله يمشي 25 ويجيب 25 وعملها اخر 3 سنين على فكره. ان هو مش مكمل، ما وصلش نهائي. لكن لو الزمالك مكمل في افريقيا مع الاهلي ووصل دار المجموعات ومؤيد 26 او 27 لعيب هيضطر ما كانش جاب عدد الصفقات اللي موجود حاليا. صح صح. بس برضه ما يمنعش انك كنت دعم، هو مش سبب رئيسي، مش من دلوقتي، من قبل كده بكام لعيب على مدار مثلا كام فتره يسندوك في التوقيت ده. ده متاح في يناير وفي الصيف الجاي؟ اه متاح جدا، متاح جدا، وانا واثق ان شاء الله اللي في يناير هنجيب صفقات كويسه. ضغط المباريات وكسره البطولات يا كابتن زياد شايفها ازاي بالنسبه للاعب كره القدم؟ كويس بالنسبه له نلعب باثنين دوري ابطال افريقيا في سنه مع بطوله عربيه مع دوري مع كاس مع كاس سوبر؟ مش اي لاعب يتحمل الضغط ده، في لعيبه تتحمل الضغط ده، في لعيبه المنتاليتي عندها عاليه قوي. زي ما بيقولوا كده في ايطاليا الجرينتا عندهم عاليه قوي. فما بيفرقش معاهم، لكن في لعيبه مجرد ما تتحط تحت ضغط بتقع. ما هو مش في مقوله تقول لك مش اي لعيب يلعب في الاهلي؟ مش اي حد يلبس في تيشيرت النادي الاهلي يلعب في الاهلي. ان النادي الاهلي كل ماتش حتى لو ودي انت مضغوط انك تكسب. مكسب بس، مش حاجه اسمها تعادل. مش اي لعيب بيتعود على الضغط ده. فاتمنى اللعيبه اللي تكون موجوده دلوقتي تكون على قد المسؤوليه وتكمل لغايه لما ان شاء الله يرفعوا راسنا ثاني ان شاء الله. قطاع الناشئين ممكن نستفيد منه ازاي بلاعب يفيدنا في خط الدفاع في خط الوسط في خط الهجوم؟ يعني في التوقيت اللي حضرتك بتتكلم فيه عن اسامي لعيبه، احمد السيد كان من قطاع الناشئين معاك، كان في لعيبه كتيره، كان عبد الله جلال اعتقد كمان صح؟ اه كان حسام عاشور. وحسام عاشور ومتعب شوف اكرامي محمد ابو هاب بس كان جاي من انبي بس برضه كان معايا في منتخب الناشئين منتخب الشباب. صعبه الفتره الجايه بصراحه، بصراحه متناهيه. اللعيب اللي هيلعب الفتره الجايه لعيب صغير ولا قدر الله مش هيبقى كويس هيتحرق. احنا دايما النادي الاهلي كان بيدخل لعيبه صغيره دي لما تكون الفرقه واقفه على رجليها. اللعيبه الكبيره بتشيل اللعيب الصغير. انت عندك نيدفيد، انا في رايي الشخصي نيدفيد من اللعيبه المجتهده جدا، مجتهده جدا، من لعيب محوري، بس حظه وحش كل ما بيلعب في توقيت معين الفرقه بتخسر او بتعادل. ومركزه؟ ومركزه برضه هو ما لعبش في مركزه لغايه دلوقتي، كل شويه يلعب باك رايت ديفندر، هو بيلعب تحت الفيرود او هاف، ده مركزه الرئيسي. ما بيلعبش في 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 المركز ده خالص. ففي لعيبه في النادي الاهلي محتاجه فرصه على الدكه، يعني احمد الشيخ لو خدش فتره هيبقى كويس قوي، ناصر ماهر لو خد فتره هيبقى كويس قوي. كلمه اخيره يا كابتن زياد في ختام هذا الحوار، ورساله تحب توجهها لجمهور النادي الاهلي برضه. ان شاء الله النادي الاهلي هيرجع احسن من الاول، ده من لي 1000 قومه. النادي الاهلي لو وقع لي 1000 قومه، لي 1000 قومه، وياما فرحنا وياما عايشنا سنين مبسوطين. حتى في ايام ما الكوره كانت واقفه في مصر كان النادي الاهلي الوحيد اللي بياخد بطولات. وافتكر كلام الشوالي ما كان بيقول دوله ما فيهاش لولا الاهلي لكان الانديه التونسيه شان اخر. الله. فان شاء الله هنرجع، ان شاء الله هنرجع احسن من الاول ان شاء الله. شمس الاهلي لا تغيب عن افريقيا وباذن الله القادم افضل يا كابتن زياد. نورتني وشرفتني ومبسوط ان النهارده قابلتك بعد فتره كبيره جدا. انا مبسوط، كنت من اللعيبه اللي الواحد كان بيتشرف بلقائها حتى في قطاع ناشئين حتى مع الفريق الاول. ربنا يخليك سعيد، انا مبسوط جدا والله ان انا موجود معاك وموجود على قناه النادي الاهلي. كل التوفيق لكابتن محمد. اشكرك. شكرا جزيلا. فقرة حوارية مع أحد اللاعبين اللي استرجعنا معاهم ذكريات السابق، ذكريات الماضية مع قطاع الناشئين والفريق الأول والمرحلة الانتقالية اللي حصلت في موسم 99-2000 واللاعبين اللي تم استقدامهم في صفقات جديدة لفريق النادي الأهلي. كانت مرحلة مهمة بتعبر بشكل ما مع الفارق في الشاسة ما بين التوقيت والشكل ما بين 2000 عام 2018، لكن يبقى في النهاية النادي الأهلي واحد. شمس الأهلي أبدا لا تغيب عن إفريقيا، شمس الأهلي أبدا لا تغيب عن البطولات المحلية، وأبدا ودائما جمهور النادي الأهلي هو الداعم والساند لهذا الكيان الكبير على الحلوة وعلى المرة معاه. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.